باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة السبب في الموضوع اللي اخترته النهاردة نتكلم فيه هو الأسئلة بتاعتكم، أو بعضها. نلاقي ناس كتيرة قوي عندها مشاعر مختلفة من خلال الأسئلة. واحد مثلا يقولك أنا ماليش حظ، واحد تاني يقول أنا بختار غلط، كل واحد تاني يقول أنا مش حاسس إن أنا ناجح، أو حاسس إن أنا مش مبسوط، أو إن أنا متردد، أو إن أنا مش عارف أخد قرار، أنا ندمان على اللي عملته، أنا حبيت واحدة واتغدر بيا، أنا حبيت واحد وتعلقت بسنين وفي الآخر خالص طلع اللي طلعه. ده معظم الأحاسيس دي. الحقيقة يا جماعة في حاجات في الدنيا مش في كل حاجة بيبقى أنا مسؤول عنها. أنا موافق إن في نسبة فعلا أنا مش مسؤول عنها، لكن أمور كتير قوي من اللي بنشتكي منها ونسأل فيها بتكون سببها عدم النضوج. عدم النضوج. وأنا لو دخلت معاكم في حوار النهاردة وقلت لكم عرفوا لي إيه هو الإنسان الناضج، هتقولوا زي ما قلتوا قبل كده إنسان يعتمد عليه، واحد تاني يقول لك إنسان عنده قدرة على اتخاذ القرار، إنسان عنده قدرة على احتواء الأزمات والمواقف، إنسان 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 إنسان. أنا موافق في كل ده، بس اسمحوا لي إن إحنا هنطلع النهاردة بره التقليدية وهنحاول نجاوب على سؤال: أنا ناضج ولا مش ناضج؟ من خلال طريقة جديدة، مش الكلام التقليدي اللي احنا بنقوله كل مرة. وعلشان كده ممكن نقول الإنسان الناضج هو الإنسان القادر يجاوب على ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني: أنا مين؟ وما تستعجبش لو أقول لك إن 80-90% من الشباب اللي في الجامعة مش عارفين يجاوب على السؤال ده. أنا مين؟ مش بقولك أنا مين، بقولك اسمك إيه؟ لا، في فرق بين اسمك إيه وأنا مين. السؤال الثاني: عاوز إيه؟ أنت عاوز إيه في حياتك؟ ناس كتير مش عارف، تقول أنت بتتجوز ليه؟ يقولك أتجوز ليه؟ أتجوز وخلاص. يعني تتجوز ليه يعني؟ يعني أنت عاوز تتجوز؟ عاوز أتجوز ليه؟ سنة الحياة. اول ما يتزنق يقول لك سنه الحياه، هو مش عارف عاوز. طب وانت هتتجوزي ليه؟ ما كلهم بيتجوزوا، اشمعنى انا يعني؟ تاخدي بالكم يعني؟ ما فيش اجابه. طب الجواز لما هتتجوز. والحاجه الثالثه، السؤال الثالث الانسان الناضج يقدر يجاوب عليه: اوصل للي انا عايزه ازاي؟ يبقى الانسان الناضج عنده القدره ان يجاوب على ثلاث اسئله. السؤال الاولاني: انا مين؟ السؤال الثاني: عاوز ايه؟ السؤال الثالث: اوصل له ازاي؟ ده الانسان الناضج من خلال الطريقه اللي احنا هنقدم بيها موضوعنا. النهارده هنجاوب على سؤال واحد: انا مين؟ يا للدرجه دي؟ ده الحقيقه انا مين دي لما فصصتها احتاجت مرتين، بس حسيت الموضوع يعني هيمط قوي، فخلينا ناخد انا مين دي مره واحده. كلمه انا مين دي معناها انا بجد عاوز اعرف نفسي على حقيقتي. في فرق بين حقيقتي وفي حاجة اسمها فولس ايمج. فولس ايمج يعني ايه؟ يعني خيالي عن نفسي. معلش، هو الموضوع النهاردة في حتة نفسية زغنطوطة كده، بس لازم نكبر ونفهم. في فرق بين حقيقتي وفي فرق بين انا شايف نفسي ازاي او اتمنى اكون ايه. عارفين الفرق؟ تهتوا صح؟ موضوع صعب. يعني أنا عاوز أعرف أنا مين، فبقول في فرق بين حقيقتي أنا مين. لو أنا ناضج أعرف نفسي على حقيقتي، لو أنا مش ناضج برسم صورة عن نفسي وأصدقها. فأقول لك أنت مين؟ تقولي أنا إنسانة بسيطة، طيبة، تلقائية، حبوبة، اللي قلب على لساني، بعمل الخير. توصف القديسة مين حضرتك؟ انت واخد بالك يعني؟ وبعدين بقى، فانت شايف ده 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 بقى مش الانسان الناضج. هو بقى قاعد يحط ايه؟ كل اللي كان نفسه يبقاه او نفسه يوصل له يوصف نفسه بيه. وبقول لك انت واثقه انك طيبه؟ ومش عارف مين واو لاخره. وبحب الخير لكل الناس. طيب لما اختك اللي اصغر منك تقدم لها عريس
ما تعبتيش؟ لا نفسي انت طبعا. الله، امال انت بتقولي طيبه وبتتمني الخير للناس ازاي؟ اه بتمنى الخير للناس. طيب لما ماما اوقات بتبقى انت عايزه تخرجي وتقول لك مفيش خروج النهارده وتقعدي في البيت، بتعملي ايه؟ لا بقلب وحش الحقيقه في البيت، وبشخط وبنطر وبكسر وبدبدب وعيط واقفل على نفسي واعاقبها وما اكلمهاش 3 ايام. شايفين القداسه والطيبه؟ يبقى خلي بالكم في فرق بين حقيقتي وبين الصوره اللي انا بتمناها لنفسي. فلما الناس بتقول لك انت مين، عاده بتوصف مين؟ الصوره اللي انت بتتمناها مش حقيقتك. الإنسان الناضج يعرف نفسه ويعرف يوصف نفسه صح. هتقولي برضو إزاي؟ هبتدي خش في الموضوع. إحنا الأول السؤال بنجاوب عليه أنا مين؟ عشان تعرف أنا مين لازم تعرف نفسك. طب تعرف نفسك يعني 1، إمكانياتي وقدراتي ومواهبي. أنا عاوز أعرف نفسي، أنا عاوز أعرف نفسي على حياتي. أنا إنسان واقعي، فأنا لما تيجي تقول لي أنت مين، عشان أنا إنسان واقعي أقول لك أنا ابن لأب موظف دخلنا متوسط، ووالدتي مثلا بتشتغل شغلة متوسطة دخلنا مش كبير قوي. بتكلم على إمكانياتك المادية، بتكلم على إمكانياتك الحقيقية. بمعنى إيه؟ في فرق بين نفسي أكون او اقدر اكون. يعني من ناحيه نفسنا نكون، جالنا كلنا حلم في اولى ابتدائي عاوز تطلع يا حبيبي دكتور، عجبك قوي منظر انك تجيب سماعه كده، تجيب خيط تحطه في ودنك او سماعه موبايل بتاعه بابا وتعمل بيها انك انت بتكشف على الاسره بحالها مثلا. يعني انا عاوز اطلع دكتور. في فرق بانك انت تبقى عاوز تطلع دكتور او انت تقدر تطلع دكتور. انت عارف امكانياتك ايه؟ لو انت عارف امكانياتك هتقدر تحدد انت تقدر تكون ايه وما تقدرش تكون ايه. يعني على سبيل المثال، ان انا لو عارف امكانياتي وعارف قدراتي وعارف مواهبي هقدر اقول انا انفع في ايه وما انفعش في ايه. يعني لو انا انسان بسيط ومش بركز وبنسى وحياتي مكركبة، وأنا في الشغل بتاعي رقوا واحد تاني أنا جاي أقدم منه بسنة وعملوه مدير عليا طبقا لطريقة الشعب المصري وقانون الوظيفة في القطاع العام والحكومة، أزعل وأحقد وأحس إن أنا مدبوح وحاسس الناس كلها إن البلد فيها اضطهاد. هو الحقيقة لو انت عارف امكانياتك النفسية تقول انا منفعش اكون مدير، ده انا لو بقيت مدير اغرقها. لو انت عارف نفسك، ده الانسان الناضج. وعشان كده الانسان الناضج زي ما هنعرف بعد كده، لان الموضوع كله هيكرر بعضه، يعرف هو ينفع في ايه وما ينفعش في ايه. الانسان اللي مش ناضج واهم. عارفين يعني واهم؟ يعني واهم يعني وانا في ثالثه ابتدائي، لا ثالثه ابتدائي وانا عندي 3 سنين، شفت بيانو مره، مش فاكر شفته فين، بس انبهرت بيه قوي. وكان حلمي ان اخش مدرسه عشان اخش على البيانو في حصه الموسيقى، واول ما اشوف الصوابع البيضة والسودة اروح اعمل كده تطلع بلادي 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 لك حبي وفؤادي مثلا. يعني دخلت حصه الموسيقى وكنت لوحدي مع البيانو، وفتحت البيانو وضربت صوابعي في البيانو ان تطلع بلادي بلادي، ما طلعتش بلادي بلادي، طلع تخبيط في اي حاجه. ده الفرق، ده الفرق. فانك انت لما تكون انت عارف انت مين وعارف امكانياتك، ده هيحدد حاجات كتيره قوي، هيوفر عليك قرارات غلط كتير اخدتها، لانك انت تهيأت في نفسك انك تقدر، انت تمنيت بس انت واقعيا ما كنتش تقدر. وده معناه عدم نضوج، انك دخلت في حاجة مش بتاعتك. فهمتوا حاجة ولا الكلام صعب النهاردة؟ يبقى لازم عشان اعرف نفسي اعرف امكانياتي، اعرف مواهبي، اعرف قدراتي على المستوى الجسدي، على المستوى الاجتماعي. يعني صور مثلا على المستوى الجسدي،
انا عيان بطلع من دور لدور وبطلع مش عارف مين، وبالرغم ان انا مثلا سني 28 سنه لكن لسه وزني 48 كيلو وسكيلتون كده وبتاع. وبعدين يقول لك نفسك، يجي لك واحد كده مذيع مثلا بيعمل معاك، يقول لك نفسك احلامك ايه؟ تقول له العب ملاكمه او مصارعه او جودو. قول زبديه يعني، قول حاجه على قدك. كل يعني فهمتوا عاوز اوصل لكم ايه؟ اوقات كتير قوي الالوجن اللي انا بوصف بيه نفسي بيخليني احس ان انا اقدر اعمل. لا، يبقى اول حاجه عشان اعرف اجاوب انا مين، هات ورقه وقلم، قول انا امكانياتي ايه، اللي اقدر اعمله واللي ما اقدرش، وهكذا. فهمتوا؟ دي نمره واحد. اتنين، لازم تعرف كمان وانت بتجاوب على السؤال ده طباعك ايه. يعني ايه طباعك ايه؟ هادي، في شخصية هادية، ولا حركي كده واجتماعي وتعرف ناس كتير قوي وعندك 4000 كونتاكت على الموبايل بتاعك؟ شخصيتك لازم تكون عارف تقويمك النفسي ايه، لان الاجتماعي ده قصة مطلوب في مجالات وما ينفعش في مجالات تانية. يعني لو انت شخصية اجتماعية وجات لك شغلانة في بنك تعد فلوس، لا هتبقى مشكلة كبيرة قوي. بس لما انت تكون ناضج وعارف انك شخصية اجتماعية، تقول لهم انا انفع في العلاقات العامة، انفع في شغلة فيها مشاوير، انفع في السيلز، انفع في الماركتينج، ادفع في اي حاجة فيها كوميونيكيشن، لكن انا ما اقدرش اقعد على مكتب واعد فلوس. يبقى لو عرفت طبيعتك انت ايه، هتعرف لحد كبير تنفع في ايه وما تنفعش في ايه. بس الناضج غير اللي مش ناضج. يعني ممكن يكون واحد مش ناضج ومش لاقي شغل، يقولك جالك فلوس، جالك شغلانه في بنك، بنك الحمد لله، هيدو كام؟ هيدو لك ستارتنج سالري 1950 جنيه والعلاوه التثبيت بعد 6 اشهر 1000 جنيه، يعني 3000 جنيه الا اخيرا يا رب، اخيرا يا رب، اخيرا يا رب. وانت اساسا لو مسكت 50 جنيه في جيبك بتعدهم، بتعدهم 7 مرات، مره تطلعهم 49 ومره تطلعهم 52، طب هتشتغل في بنك ازاي؟ يبقى المفروض عشان انا عارف نفسي لما تجيلي الشغلانه دي انا مفرحش بيها لان دي مش شغلتي. اوكي؟ يقعطت يعني متابعين. اتنين، ده لازم انا اعرف انا ايه. يبقى نمره واحد اعرف امكانياتي، نمره اتنين طبيعه شخصيتي، نمره ثلاثه اعرف نقاط ضعفي. يعني اعرف نقاط ضعفي؟ كل واحد فينا في نقطة ضعف، لما بيعرفها هنعرف بعد كده هيعمل معاها ايه. بس عشان انت تكون عارف نفسك لازم تكون عارف نقاط ضعفك. ضعفك اوقات الانسان في عدم نضوجه يبقى شايف مزاياه وامكانياته وعارف نوع شخصيته بس ينكر نقطة ضعفه. اديكم مثل على سبيل المثال، من نقاط الضعف اللي ممكن تكون في شخصيتي قوي 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 حاجة اسمها مثلا العصبية، وانا بنكر ان انا عصبي. الناس تقول لي انت عصبي، شو اقول لهم؟ لا مش عصبي، هم اللي بيستفزوني. انت عصبي؟ لا هم اللي بيضايقوني. انت عصبي؟ انا ملاك من غير الناس. بس الحقيقه انت هتعيش في وسط الناس يعني، وبعدين هتلاقي ناس منكفه وهتلاقي ناس تعباك قوي. انا مش عصبي، لا انا مش عصبي، انت فاهمني غلط. وبعدين مره انا قلت لك 100 مره انا مش عصبي. امين، خلاص انت هادي. فهمتوا عايز اوصل لكم ايه؟ انك لما بتعرف نقط ضعفك تعرف ان كمان في حاجات تتصور حضرتك جراح عصبي وعصلك معاك مصران. يعني انت عصبي وطلع مثلا جراح وطلع مصران، بقى تجيبه يلف حوالين الكلى، تجيبه من الكلى يلف حوالين المصارين، ده انت حتى حتى اهو اهو. فلازم اكون عارف نقاط ضعفي، لان نقاط ضعفي هتساعدني في حاجات كتيره قوي. حاجة تاني، تتصور أنا عندي فوبيا من الأماكن المرتفعة. يعني مثلا أنا لما بطلع مثلا في ناس عندها كده، يخاف من الأسانسير المقفول، يخاف من الدور العالي. فواحد يطلع مثلا الدور السابع تلاقيه ماسك البلكونة كده، يقول له قرب الكرسي، يقول له ما أنا مرتاح كده. وبعدين يرتاح أكتر لما تقول له طب نخش الصالون، يقول لك أيوه هي دي. هو عنده فوبيا من الأماكن المرتفعة، تقول له عاوز يطلع إيه؟ يقول لك طيار. طيار؟ ده انت لو مسافر في طيارة بيدولك منوم عشان ما تحسش انك انت طلعت، فتقول تشتغل طيار. يبقى خلي بالكم، احنا بنقولها بصورة كوميدية بس هنحط الحقائق تاني. انا عشان اعرف نفسي في ثلاث حاجات لازم اتعرف عليهم جوايا: امكانياتي، مواهب اللي ربنا ادهاني لان هيحاسبني عليها، هي وزناتي. اتنين، تاني حاجة طباعي الشخصية
والنفسية ثلاثة نقاط ضعفي. ممكن أكون أنا معترفة أنا كسولة، أنا كسولة ما بحبش الشغل، يبقى أنا عايز لما أتجوز عاوز أتجوز إيه؟ وأقعد في البيت. فيجي لك واحد يقول لك انا امكانياتي على قد، تقول له لا احنا انت هنا انت مع بعض واحنا الاثنين كتفنا في كتف بعض ونعلي بيتنا والتعاون والمحبه والبناء هتروحي شغل اول اسبوع هترجعي تعيطي. فهمتوا؟ فلازم الانسان يكون عارف نفسه. مش عيب ان انا اقول ماليش في دي، العيب اكبر انك تبقى مش ناضج وتنكسف انك تقول ماليش في دي. واحد اللغات الحفظ يعني 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 انا ما يعني يعني الحفظ صعب قوي، يعني انا لازم اكون عارف نقاط ضعفي. يعني شوف ابونا شوفوا بصلي بقالي كام سنه القداس. الحقيقه انا من النوع اللي لازم يصلي القداس لازم خلاجي يكون مفتوح، حتى من باب احساس ان لو يعني عندي احساس نفسي ان انا محتاج ابص للخلاجي. طب ده يعني ده القداس كله 10 كلمات يعني، يعني بعد سنة ولا اتنين أي حد يحفظه؟ لا، بس أنا عارف إن عندي نقطة ضعف في الحفظ، مش مشكلة. المشكلة الأخطر إن أنا أنكرها. فاهمين؟ يبقى معناها إن أنا لسه إيه؟ مش ناضج، لسه طفل بيحاول يخبي حاجة. لا، الحقيقة الناضج ما بيقلقش إن هو يقول كل حاجة. مش ضروري أقول كل حاجة لكل الناس، على الأقل أكون قلتها لمين؟ لنفسي. يبقى أول نقطة عشان أعرف أنا مين، في ثلاث أسئلة: إمكانياتي وقدراتي، اتنين طبيعة شخصيتي، تلاتة نقاط ضعف. يعني صور واحد عصبي جدا وبيشتغل مدرس في مدرسة أطفال، كل يوم يجرجروه الاسم، صح؟ لأنه هيحبطح ولد وهيخبط ولد ويتعمل له قضية، ما هو عصبي. فهمتوا؟ فالعصبي يقول لك لا أنا من أولها كده ما عنديش تقل أعلم أولاد، هتعصب عليهم وأضربهم. نشكر ربنا أنك أنت ناضج وعرفت أنت مين. النقطة الثانية، إيه أهمية إن أنا أعرف أنا مين؟ إيه أهمية إن أنا أعرف إن أنا مين؟ يعني ليه مهم أعرف أنا إيه؟ ما هو إحنا اتفقنا النضوج تعرف أنت مين. طب هي دي مهمة؟ الحقيقة مهمة أول لما بقيتش ناضج. طيب إيه مهمة نعرف؟ نمرة واحد، واقعية الاختيار. يعني إيه واقعية الاختيار؟ يعني لو أنا عارف أنا مين وعارف شخصيتي وعارف إمكانياتي وعارف نقاط ضعفي، هعرف أجاوب على السؤال الجاي: إيه اللي أقدر أعمله كويس جداً؟ وإيه اللي أقدر أعمله نص نص؟ وإيه اللي ما أقدرش أعمله خالص؟ ما أنا ناضج بقى، عارف نفسي، فأقول الموضوع ده أشكر ربنا. ربنا فيه مديني موهبة إن أنا ممكن أقعد على الكرسي 4 ساعات ما زهقش وما اتضايقش. أنا ربنا مديني من عنده صبر إن أنا أقدر أقعد وأسمع، فأنا دي أقدر أعملها. واحد تاني صبره قليل، يقولك أنا ما أقدرش أقعد مع أي حد أكتر من 10 دقايق لربع ساعة ماكسيمم. كويس إنك عارف نفسك، كويس إنك عارف نفسك، لأن هتقول في حاجة أقدر أعملها كويس قوي، وفي حاجة أقدر أعملها إيه؟ نص نص، وفي حاجة ما اقدرش اعملها خالص. يعني في ناس على فكرة بطبيعتهم بيبقوا alert قوي وحركيين، ده انت عاوز تموته تقعده على كرسي 8 ساعات ما اقدرش. في نمرة واحد عشان انا عارف نفسي هعرف اختار كويس. اتنين هنا واقعية الاختيار، انا نافع فيه وما نفعش فيه. نمرة اتنين حسن الاختيار. يعني ايه حسن الاختيار؟ بص يا جماعة في الارتباط، وده سؤال متكرر جدا، مش معنى ان في واحدة عجباني ان اخدها، لا، لان في فرق بين عجباني وتناسبني. الناضج بيدور على مين اللي تناسبني، والانسان اللي مش ناضج بيدور على بروفايل يرضي حاجات جواه فتبقى عجباه. يقولك في واحدة من ساعة ما جيت الاجتماع ولمحتها أول مرة مش قادر أقاوم إن أنا أدور عليه بعناية كل مرة. طب وبعدين يعني أنت تعرف عنها حاجة؟ مش مهم، بس هي عجباني. آه لو ما هي مش مرتبطة ما تحاولوا تعرفوا لي هي مرتبطة ولا مش مرتبطة. وأنت عرفتها؟ لا. طب أنت عرفت نفسك؟ واضح قوي إنك أنت بره دايرة النضوج، لأنك أنت أخدت أو بتاخد حاجة عجباك. الإنسان لما بيكون عارف نفسه بيعرف إيه اللي يناسبه، صح؟ ودي قلتها لكم لما كنت بتكلم على موضوع الارتباط، افكركم بالنقطه دي. واحد عارف انه صعيدي ودمه حامي، صعيدي ودمه حامي قوي كده يعني،
عارفين الشخصيه دي سعيد دم محامي. الحقيقه ما ينفعش يرتبط بواحده دلوعه شوي، لان الدلوعه دي تقول له هاي مينا، هو يسمعها بتقول هاي مينا تلاقي وشه احمر ودانه طلعت لبره والدخان على وشك يطلع من ودانه. تقول له هاي، هي بتبص له كده من وجهه ما هي من كوكب تاني بقى، كوكب اسمه كوكب المدلعين وانت كوكب المحافظين. فالحقيقه لو انت عارف انت مين، يبقى انت لما هتيجي تدور على واحده تناسبك لازم تدور على واحده تحترم تكوينك وفكرك. مش هنجيب حاجه ونبتدي نعدلها من اول وجديد ونفصلها من اول وجديد بعد ما تكون اتربت على 22 23 سنه بطبع معين. انا ما بقولش ان هي غلط وانت صح، او انت غلط وهي صح. هو لو انت عارف نفسك هتعرف مين اللي يناسبك. سهله، لو انت عارفه نفسك هتعرفي مين اللي يناسبك. طب انت شخصيه عمليه ولا شخصيه رومانسيه ولا شخصيه بين الاثنين؟ طب مش مهم ان كل البنات قالت ان ده لطيف قوي وامور قوي وراجل قوي. لا مش مشكله، المهم انت عارفه عجينتك. لو انت عرفتي عجينتك هتعرفي مين اللي يناسب العجينه دي. هي دي السؤال المهم، او هل دي نقطه مهمه. يبقى نمره اتنين حسن الاختيار. ولما انت تكون عارف امكانياتك هتعرف تختار شقه صح. يعني ايه زي تختار؟ ما انا عارف امكانياتي. انا مرتبي الحقيقه 3500 جنيه، رحت مثلا لقيت شقه في مدينه اسمها مدينتي قسطها في الشهر 3800 جنيه. طب ازاي يا ابني هتجيبها؟ امكانياتك لا ان شاء الله ربنا. ازاي يعني؟ معلش يعني معلش يعني ربنا كل اول شهر هيعمل ايه بالظبط؟ انا عاوز افهمها. مش انا ابونا بتاع الايمان، انا اللي بتكلم على الايمان بالمناسبه. يعني احنا هنا بنعلم الايمان. فتقول لي لا ما هو انا نسيت اقول لك ان بيبقى عندنا حوافز كل 3 اشهر. ايوه الحوافز دي لما الشركه بتكسب او انت بتحقق حاجه زياده صح؟ يقول لي فرضا ما حققتش، فرضا الشركه ما كسبتش، فرضا قالوا ما فيش حوافز واللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه مش عاجبه، هتعمل ايه؟ يا ابونا انت مالك بتسودها؟ ربنا هيقضيها يا ابونا، خلي عندك ايمان. بصوا بقى، لو انا عارف امكانياتي هعرف اختار شقه فين وبكام. ولما اجي ارتبط هرتبط بواحده مستوايا الاجتماعي، مش هبص لحاجه اعلى واقول دول متكبرين وماديين. لا، الناضج يبقى عارف ايه اللي يناسبه وايه اللي ما يناسبوش. لكن اوقات انا ممكن عاطفيا اروح لواحده وبعدين اكتشف انها بتقول لي على فكره من حيث المبدا انا موافقه عليك جدا، من حيث مش عارف مين، بس بابا وماما ليهم شكليات. يعني اخواتي الاتنين جات لهم فص الماس ثمنه 50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ تلاقي نفسك انت اتسحبت كده وتبتدي تعيش في دراما بقى. هو الانسان ملوش تمن؟ هي الرجوله بقت خلاص رخيصه؟ الحقيقه انت اللي مش ناضج. عشان انت مش ناضج ما قدرتش تقول انا مين وامكانياتي ايه، فدخلت في حاجه غلط. وبعدين هنيطلبوا منك شقه فين؟ انا عندي شقه في المنطقه سين. اي حته سين يعني؟ سين سين مش دي اللي كانت بتشغل فيها دادا فلانه؟ ده مش معناه انك انت وحش، معناه انك انت اخترت غلط لانك مش ناضج. لا عرفت امكانياتك ولا عرفت طبيعه شخصيتك. محدش احسن من حد، محدش قال ان الفقير اسوأ من الغني امام الله او الغني احسن من الفقير امام الله. لكن احنا عندنا حاجه اسمها كومباتيبلتي، يعني توافق. عندنا حاجه اسمها توافق. يعني ايه توافق؟ يعني لازم اكون انا عارف انا مين عشان ما اظلمش حد ومحدش يظلمني. مش عواطف مفتوحه بوزعها للجموع لكل واحده تعجبني؟ لا ما ينفعش. يبقى لازم اعرف نفسي عشان واقعيه الاختيار. اتنين حسن الاختيار. ثلاثه لازم اعرف نفسي علشان احسن من نفسي. الناضج يقول لك على فكره العيب ده فيا قوي وعاوز اشتغل عليه السنه دي. انا متسرع، هشوف لي تدريب من اب اعترافي. انا بتكلم كتير قوي زي البنوته اللي بتقول في الشغل ويمكن بوقع الناس. هشتغل على نفسي انا. كلمنجيه واللي على قلبي على لساني، وبصراحه ما عنديش حكمه. كويس انك عرفتي نفسك، يتبقى ازاي اشتغل على نفسي. اللي مش عارف نفسه هيشتغل على ايه؟ ولا حاجه.
هو شايف نفسه كويس، لكن الواقعي والناضج عارف مواطن القوة ومواطن الضعف، وبالتالي يقدر يشتغل على ايه؟ مواطن الضعف، فيحسن من شخصيته لانه امين. واحدة بتقول انا غيازة، اصل غيازة دي معناها انها بتغيظ الناس او هي بتتغاظ يعني واتفر يعني، او مش مهم انهين فيهم يعني. فلو انا من النوع اللي بيغيظ الناس والناس من هاخد تدريب مش هجيب سيرة حد ولا اتكلم حد ولا اغيظ حد ولا افتخر قدام حد، ولو النوع بتغاظ طب اعمل ايه مع عيبي ده؟ يبقى هنا الانسان ناضج. احنا قلنا عنوانين كبار، عشان اعرف مين انا لازم اعرف امكانياتي، نوع شخصيتي، نقاط ضعف شخصيتي، صح؟ نمرة اتنين، ايه فايدة انك تعرف انت مين؟ نمرة واحد حسن او واقعية الاختيار، نمرة اتنين حسن الاختيار، نمرة تلاتة اشتغل على ايه؟ على عيوبي. السؤال الصعب والاخير، اعرف نفسي ازاي؟ وخاصة ان كلنا عندنا قناعة ان احنا فاهمين نفسنا قوي وعارفين نفسنا قوي، ولما تيجي الازمات نكتشف ان احنا اخترنا غلط ودخلنا في شغل غلط ومش عارفين نفسنا خالص. فالسؤال الجاي ده اصعب سؤال هنختم بيه النهاردة، اعرف نفسي ازاي؟ هقول لكم كم نصيحة بسرعة كده. النصيحة الاولانية، لو انت عاوز تعرف نفسك بالظبط احفظ الآتي. واحد، افحص أفعالك وردود أفعالك وقت الضغط. إيه إيه إيه؟ أنتوا فاهمينها دي؟ أقولها تاني، أرصد أفعالك اللي أنت بتعملها أو ردود أفعالك نتيجة فعل واحد تاني وقت الضغط. خلي بالكم يا جماعة، وإحنا ما عندناش ضغوط نفسية وآر أوكي، يعني إحنا كلنا بنهزر وبنضحك معايا. تاني تاني، افحص افعالك وردود افعالك وقت ايه؟ وقت الضغط. يعني انت ما بتشتغلش وانا ما بشتغلش، فاحنا الاثنين مقضيينها، وبعدين في الايام السوداء دي، وبعدين في الايام البيضاء دي، وبعدين ربنا بنطلب منه ما فيش شغل ما فيش شغل ما فيش، ده وقت سلام، لا انت مضغوط ولا مضغوط. احنا مضغوطين ظاهريا ان احنا ما بنشتغلش، بس احنا مقضيينها. انا بقى هقيس نفسي ازاي؟ رحت انت جيت وقلت لي على فكره انت كنت اساسا معايا دفعتي في ثانويه عامه، بس سقطت في الكليه سنتين، يعني انا خلتها في 4 سنين هو خدها في 6 سنين مثلا يعني، وانا كنت بجيب جيد وهو كان بيجيب مقبول مثلا مثلا، شوفوا الضغطه جايه اهي. فانت جيت قلت لي قول لي مبروك، قول لي مبروك. قلت لك مبروك ايه؟ تقول لي لقيت شغل. بجد؟ فين؟ شركه انترناشونال. انترناشونال بجد؟ اه. ومرتبك كام؟ 9000 جنيه ستارتنج سالري. يا هنا بقى يكون عندي ميزان بيقيس ردود افعالي الداخليه. فهمتوا يعني ايه وقت الضغط؟ واحد تاني عاوز يقيس نفسه، انا عايز اعرف انا ايه. فواحد مثلا انا سايق عربيه، فواحد جه راح انا واقف انا واقف، راح هو خد لي الباب. دي وقت ضغط الحقيقه. في اوبشنز كتيره قوي. اوبشن نمره واحد، ليه يا حبيبي بس كده؟ ليه يا حبيبي بس كده؟ انا مش عارف، اسف، وادفع فلوس. لما باخدش تعويض يا حبيبي ربنا يسامحك، خلاص ربنا سمح بكده انا هعملها. ممكن اكون مش كده خالص. الاوبشن الثاني، بس برضو ما غلطتش، بس عطاء بس ما غلطتش، قاعد ابص له كده وعاوز اتكلم ومش عاوز اتكلم. الاوبشن الثالث، نازل وجايب مفك معايا، ساحب مفك من الطابلوه ونازل بقى عليا وعلى اعدائي بقى، يعني شمشون سبق انا وقالها. هو طبعا في مرحله في قبليها انك انت بتنزل وتشتم وتزعق وتخبط له بايدك الاثنين على البتاع، واللي علمك السواقه واللي جالك الرخصه، الاسطوانه دي اللي كل الناس في مصر حافظينها. المفك دي اخر حاجه، بس انا بقول لك وقت الضغط انت بتبان على حقيقتك، مش في وقت المصيف، مش في وقت الاجازه. يبقى علشان تعرف انت مين، ارصد افعالك وردود افعالك وقت الضغط. خلي بالك اي واحد فينا جهاز عصبي. انا قاعد مع مين؟ قاعد على شباك. انا هتخيل ان انا موظف في بنك، وجالي واحد مسن كده عنده 72 سنه ونضارته يعني
يعني مش قوية قوي ونظره ضعيف، وبيسحب 662 جنيه 600. وانا اساسا شغال الشيك اللي قبله ب 3 مليون والشيك اللي بعده 4 مليون، وكل الناس خدت الفلوس حطتها في الشنطه وحطتها في الشنطه. دوت قاعد كده بقى وابتدى يعد، هي دي 10 يا ابني ولا 20؟ اقول له 10 يا جدو. يحطها وبعدين، ودي ايه دي؟ اقول له 10 زيها. ودي ايه دي؟ اقول له دي 50. اقول له انا عددهم لك يا والدي. يقول له لا، ما انا ممكن اخد بالبنك، ما تاخذنيش، انت قد حفيدي بس ما اضمنكش، انت ممكن تطلع طيب. والناس بقى وانت مضغوط وبتقفل شيكات وبتقفل حسابات، وبعد ما عدهم قلت له الحمد لله طلعوا مظبوطين، يقول لك لا، ما انا لازم اراجعهم تاني. خلي بالك، ابتديت تفقد جزء من رصيدك النفسي والعصبي. طب واللي جه بعديه بقى؟ اللي جه بعديه بقى انت مستحمل الراجل العجوز وساكت، جه اللي بعديه يقول لك ده اسمه كلام في البنك ده، واحد يقعد ساعه، انت ما ذنبكش حاجه. تقول له معلش يا فندم. يعني ايه معلش؟ يبقى الضغوط اللي انا بمر بيها هي اللي بتحدد انا، لان كل واحد ليه وزن وكل واحد ليه جهاز، وكل واحد ممكن يقع في الغضب عند مرحله معينه. يا ترى انت عارف في اي مرحله بتقع في الغضب؟ لو انت ناضج تعرف. وعشان كده قلت لكم ان اول نقطه في النضوج انك تعرف انك انت مين، انت مين. يبقى عشان اعرف انا مين نمره واحد، قيس افعالك وردود افعالك في الضغوط المختلفه. اتنين، علشان تعرف انت مين، اسمع من اللي بيحبوك. احنا عاده اللي بيحبونا اوقات بينقضونا بطريقه بايخه، وبيبقى رد فعلنا معاهم ابوخ. يعني ماما بتقول لك ايه مثلا؟ الامهات تقول ده الكلام ده، انت شعنونه وعصبيه، وبقابليني لو اتجوزتي، ولو اتجوزتي اسبوع وهتجيلي تاني. معظم الامهات بتقول كده، معظم الامهات بتقول كده. ما بيقولوش كده؟ بيقولوا صح صح. بصوا بقى، لو انت فعلا انسانه ناضجه تقول ماما هاز ا بوينت، ماما عندها نقطه مهمه قوي، ان انا فعلا عصبيه وطريقتي بايخه قوي، ولو حد صورني وانا بالوش العصبي ده ما حدش يبص في وشي فعلا، ده انا هخرب بيتي بجد. ماما معاها حق. لكن احنا ما بنعملش كده، احنا بنعمل ايه؟ كانتر، يعني بنعمل كانتر اتاك، اللي هو ايه؟ رد، لا رد الهجوم بهجوم. رد فعل عكسي. يعني ايه رد فعل عكسي؟ هي تقول لك انت عصبيه وانت كذا كذا كذا، تروح انت بص لماما كده حته بصه صفرة بابتسامه اصفر منها، قلت لها تربيتك. انت لما عملت كده، عملت كده افتكرت انك كسبتي جوله، انت ما كسبتيش جوله، انت خسرتي نقد ربنا بعته عشان تصلحي من نفسك. انتوا ضحكتوا بزياده، انا عاوز ارجع لنقطه تاني. سيبوكم من اللي انا بقوله، خليكم في النقطه دي. تاني، انا بدل ما اصلح نفسي بالنقد اللي توجه لي، انا انشغلت عشان انقذ ذاتي ان انا دافع عن نفسي وارد الهجوم بهجوم. فواحد قال لي انت، قلت له اهو انت اللي 60 انت. خليك معايا. بس انا الحقيقه تغافلت عن نقطه، ان ربنا بعتهولي لانه بيحبني، حتى لو نقدني بصوره لزعه فمعظم كلامه هو معاه حق، لانه عاوز يشوفني في احسن صوره. بس انا برفض وبدافع عن نفسي، وعشان كده انا مش ناضج، وعشان كده انا ما بتصلحش. اخر نقطه في دقيقه واحده، علشان تعرف نفسك وخبايا قلبك، اوزن نفسك في ميزان وصايا الله. يعني ارجع للمثل بتاع انا قلبي ابيض وطيبه وحنونه وشفوقه، والام تريز الحته دي اللي احنا قلناها في الاول خالص. فرضا انت جالك الاحساس ده انك انت كده فعلا، طلعي ايه كده بتقول احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا لاجل الذين. طب ده المديره بتاعتك في الشغل عمرها ما على عنتك وقالت لك روحي الله يلعنك، يمكن قفلت وشها في وشك مرتين، يمكن ظلمتك في حاجه، يمكن جت على الايجو بتاعك مره كده، يعني انها هزتك في كلمه. احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم، يعني اروح اقول يا رب باركها وبارك في اولادها؟ ده انا بقول يا رب خلصنا او خلصها او اي حاجه.
يبقى لما الإنسان بيقرأ وصية ربنا، ربنا أنا حاسة أن أنا طيب، أنا حاسة أن أنا طيبة، أو أنا حاسس أنه طيب، أنا طيب ليه طيب يا حبيبي؟ أصل هو غلط فيا مرتين وسامحته، بس في الموقف التالت أخدت موقف ولما يتنطط قدامي مش هكلمه. طب اوزن نفسك كده في الوصية بتاعت سامح أخوك واغفر لأخوك 77. ما ده اللي قاله بطرس المسيح، والمسيح رد عليه بيقول له أسامحه 7 مرات. قال له ايه 7 مرات دي مش بتاعت المسيحيين يا حبيبي. انت مسيحي؟ احنا عندنا معيار تاني خالص. 77 او 77 مرات او 70 مرة او 7 مرات 70 مرة، اللي تضربهم في بعض في الاخر النتيجة في جدول الضرب النتيجة واحدة. هتقدر انت تسامح وتغفر 7 مرات 70 مرة او 70 مرة 7 مرات؟ ما انت كنت فاكر نفسك كويس وعارف نفسك وبتدعي انك طيب وغفور وقلبك ده بكلمة. هيا لا، على قد ما تفحص نفسك. انا الحمد لله ما فيش الداء الوحش وعايش طهارة ونقاء كده، دي نعمة من ربنا. بس في آية بتقول لك من نظر الى امرأة ليشتهيها، يعني انت ما حصلش مرة بصيت كده؟ لا الحقيقة كتير. امال انت جايبت منين انا طاهر دي منين؟ طب استنى بس نتفاهم يعني. توب وربنا هيقبلك. بس اوقات انا ببقى بره وصية ربنا ملك، اخش جوه وصية ربنا احس انا صغير قوي وقليل قوي ومحتاج كتير قوي. فمن اكتر الحاجات اللي تخليك تعرف انت مين وصية ربنا. اقول لكم وصية كلنا انا وانتم محدش فينا عمل فيه حاجة، اذهب وبيع كل اموالك وتعالى واتبعني. بنحكيها على الانبا انطونيوس، بنحكيها على الانبا بولا، بنحكيها على اباء الرهبان. لكن مين ده اللي هيسيب كل اموالي؟ ده انا العشور ما بدفعوش. فهمت؟ يبقى لما الانسان يكون قريب من وصية ربنا في حياته، وصية ربنا بتوزنه، فبيعرف نفسه ان عنده غيرة وعنده غيظ وعنده حسد وعنده عدم محبة وعنده نفاق وعنده رياء بتاع الكتب والفرزين. ده انا جوايا كتير قوي قوي قوي. اشكرك يا رب ان وصيتك نور نور لي اشوف الضلمة اللي جوايا. قبل ما نقوم ونصلي، كان الكلام كتير قوي النهاردة فهلخصه. قلنا في الاول علشان انا اعرف نفسي لازم اجاوب على 3 اسئلة. انا مين؟ عايز ايه؟ اوصله ازاي؟ النهاردة اخدنا انا مين. عشان نخلص انا مين، قلنا ان في فرق بين الصورة اللي انت متهيأ لك وحقيقتك. طيب اعرف، او كانت النقطة الاولانية فانا مين كانت ايه؟ اعرف حاجات. نمرة 1 امكانياتي، نمرة 2 شخصيتي، نمرة 3 نقاط ضعفي عشان اطورها. وبعدين قلنا ايه فايدة ان انا اعرف؟ قلنا واقعية الاختيار وحسن الاختيار واشتغل على نفسي. طب اعرف ازاي؟ قلنا 3 نقط ولا 4؟ 3. اعرف ازاي؟ 1، افحص نفسك او افحص افعالك وردود افعالك في لحظات الضغط هتعرف انت مين. 2، تعمل ايه؟ اسمع للناس اللي بتحبك حتى لو كان نقدها شديد شوية. 3، عشان تعرف انت مين وتطور نفسك ازاي، لازم تفحص نفسك على ضوء وصية ربنا. ربنا يديني ويديكم، ونكمل الموضوع ده المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لارتباط الموضوع ده بالموضوع اللي فات قوي، اسمحوا لي أفكركم إحنا قلنا إيه المرة اللي فاتت. إحنا قلنا إيه هو النضوج، أو مين هو الإنسان الناضج. فقلنا ممكن هنقول تعريفات تقليدية جدا: قدرة على الاحتواء، قدرة على تحمل المسؤولية، قدرة على قدرة قدرة قدرة. وأنا قلت كل ده صح، بس إحنا هنحاول نخش الموضوع من زاوية مختلفة. وقلنا إن الإنسان الناضج هو الإنسان اللي عنده القدرة على إنه يتعامل مع 3 أسئلة. السؤال الأولاني أنا مين؟ السؤال الثاني عاوز إيه؟ الناضج عارف هو عاوز إيه؟ الناضج عارف هو مين؟ السؤال الثالث أوصل إزاي للي أنا عاوزه؟ لو الإنسان عنده إجابة على 3 أسئلة دولة، الحقيقة نقدر نعتبره إنسان ناضج. ده كان ملخص
المقدمة بتاعت المرة اللي فاتت، قلت طب أعرف نفسي يعني إيه كلمة أعرف نفسي أنا مين؟ قلنا إمكانياتك، قلنا مواهبك، قلنا نقاط ضعفك لازم تكون عارفها، كل ده في إزاي أعرف نفسي. قلنا كمان إن لو أنت عرفت نفسك هيكون عندك واقعية في الاختيار وعندك حسن اختيار، وعندك كمان ميزة إنك تقدر تحسن من نفسك ومن عيوبها ما دام أنت عرفت نفسك بعيوبها. طيب أعرف نفسي إزاي؟ برضو قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، قلنا عن طريق ثلاث حاجات. نمرة واحد، اسمع للناس اللي بتحبك بتقول عنك ايه، لانها مش عاوزة غير مصلحتك. قلنا كمان انك انت تفحص ردود افعالك وافعالك في الضغوط، يعني انا فاكر نفسي هادي، انت كده مش عارف نفسك لانك ما تعرضتش للايه؟ للضغطة. لكن لما تتعرض للضغطة هتعرف انت رد فعلك ايه. فهمتوا؟ فاكرين القصة دي؟ حكيت لكم حتى قصة الراهب وغسيل المواعين والقصص دي كلها. وبعدين قلنا اوزن نفسك على وسيط ربنا، ده ملخص انا مين. النهاردة هنبتدي الجزء الثاني اللي هو بيقول طب انا عرفت انا مين، انا عاوز ايه، انا عاوز ايه. الحقيقة يا جماعة أنا مين وعاوز إيه دايرتين داخلين في بعض، يعني الاتنين موضوع واحد. لو عرفت أنت مين هتعرف أنت عاوز إيه، ولو عكسناها صح، لو عرفت أنت أولوياتك إيه وعاوز إيه أنا هقولك أنت مين. تاني الموضوع برضو هيبتدي كده شكله صعب. عاوز أحكي لكم بس حكاية، حكاية أنا مين وعاوز إيه وعاوز إيه أعرف منها أنا مين. الاثنين زي بعض، يعني ممكن امشيها من شمال يمين وممكن امشيها من اليمين لشمال، مره كده ومره كده. في مره من المرات كان في ولد، الولد ده زمان يا جماعه في الثانويه العامه ما كانش في حاجه اسمها علمي ورياضه وادبي. علمي دي تدخل علمي، تدخل طب، تدخل هندسه، تدخل صيدله، تدخل معهد فني تكنولوجي، يعني الهندسه والصيدله وكليات العلوم وكليات الرياضه كلها في شعبه واحده اسمها علمي. فالشاب ده كان زمان قوي في ثانوية عامة والده بيقول له أنت عاوز تخش كلية إيه؟ فقال له حاجة من الاتنين، قال له يا كلية هندسة يا كلية معلمين. الأب اتخض قوي، لأن أصل بعد هندسة يعني في طب، كان دايما يجي الطب الأول وبعدين هندسة وبعدين صيدلة وبعدين طب أسنان وبعدين طب بيطري وبعدين كلية علوم وبعدين كلية تجارة لو في تجارة انجليزي مثلا أو تجارة خارجية وبعدين في مش عارف إيه وإيه وإيه، في الآخر بقى في كليات منها المعلمين، مش وحشة ولا حاجة، بس هو يعني مش في أول. فلما تقول لي هندسة اللي بعديها هتكون طب أسنان أو صيدلة، لكن هندسة ومعلمين. فالأب استعجب قوي، قال له إشمعنى الاختيارين دولة؟ قال له عشان هقول لك حاجة يا بابا. قال له قول يا حبيبي. قال له انا عندي حاجتين، احب عقلي يشتغل قوي في الماث وفي المشاكل بتاعه الداينامكس والحاجات اللي زي كده، والمسائل تستهويني قوي فاحب اكون مهندس، دي بالنسبه لي هتبقى بيس اوف كيك يعني امشي في هندسه. والحاجه الثانيه اللي فيا ان انا من دلوقتي بعرف اشرح لاصحابي في الفصل وبيفهموا مني الحاجات اللي صعبه اللي مش قادرين يفهموها المدرسين، فبقى ربنا مديني اعرف اوصل معلومة، وعشان كده نقدر اشتغل يا مهندس يا مدرس. فهمتوا؟ او شوف ولد في ثانوية عامة بس كان عنده نضوج، يعني كان عنده نضوج لان عارف ان هو مين وعارف هو عاوز ايه. فلما تعرف انت عاوز ميه ايه هتعرف انت مين، ولو عرفت انت مين هتعرف انت ايه عاوز ايه. وعشان كده قلت لكم موضوع انباء المرة اللي فاتت والنهاردة عبارة عن حلقتين مدخولين في بعض. أديكم مثل تاني، مثلا على حكاية إن أنا أعرف أنا مين. فرضا لو أنا قلت لك أنت لما عاوز تتجوز مثلا تتجوز إيه؟ طبعا أبونا بيسأل بتقول لي بنت ربنا، أسرة طيبة، رقية في الأخلاق، تقول لي شوية كلام كده. لا 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 لا، أنت مع نفسك وفي الأوضة لوحدك ومقفول عليك الباب، وانت سألت نفسك قلت انا لما اتجوز عاوز اتجوز مين؟ انت هو هنشوف انت عاوز ايه. فقلت ايه؟ واحدة جميلة وما تتخنش. انا عرفت انت عاوز ايه، يبقى انت ايه؟
معناها انك انت، هقولها بصورة يعني عشان محدش يزعل، مقاييسك الجسدية، مش هقول الشهوانية ولا حاجة، لكن مقاييسك الجسدية عالية قوي في اختيارك شريك الحياة، صح؟ لانك حطيت الموديل بتاع الجسد اللي ليه مواصفات معينة، فلما انت قلت انت عاوز ايه عرفت انك انت ايه. احنا اتنين رايحين ناكل فبناكل مع بعض، ما تقول لي عاوز يا ابونا كام سندوتش، قلت لك ثلاثة وانت 17 18 ما تعدش، اقول لك 17 18 تقول لي لا ما انا عامل حساب الايس كريم. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى من شوفوا انا بقولها لكم ببساطه، لكن لما انت قلت انت عاوز ايه، او انت قلت انا مين، يبقى لما بقول انا مين بعرف انا عاوز ايه، ولو قلت انا عاوز ايه هعرف انت ايه، انت مين. وعشان كده بقول لكم الاثنين داخلين في بعض قوي النهارده. طيب الحقيقه الخلاصه بتاعت الكلام ده ايه؟ الخلاصه بتاعت الكلام ده اللي قاله رب المجد يسوع، حيثما يكون كنزك هناك يكون ايه. طب كنز اللي هو ايه يعني؟ يعني ايه كنز؟ الحاجه اللي انا عاوزها، وقلبي اللي هو مين؟ انا. فلو انت عرفت بتفكر في ايه معظم الوقت هتعرف انت مين، ولو عرفت انت مين هتعرف اولوياتك في التفكير ايه. فقالوا المسيح بالظبط كده، ما تضحكش على نفسك، اعرف انت مين هتعرف انت عاوز ايه، اعرف انت عاوز ايه او اولوياتك ايه او ايه اكتر حاجات بتحبها، هتلاقي نفسك انت مين، عرفت نفسك. الانسان الناضج بقى، الانسان الناضج الاتنين عنده ماشيين مع بعض. يعني ايه الاتنين عنده ماشيين مع بعض؟ الدايرتين ماشيين في سكة واحدة. يعني معرفته اللي هو مين مع معرفته عاوز ايه، لو الاتنين اتقابلوا ده بقى ناضج، لو الاثنين اختلفوا ده انسان مش ناضج وبيضحك على نفسه عايش في الاوهام. طب دي صعبه يا ابونا، هنشرحها مع بعض تاني. يعني ايه الاثنين ماشيين مع بعض؟ انت مين؟ انا عندي كده وهم، او بلاش وهم، بيتهيأ لي ان انا ابن ربنا. انت مين؟ انا الحقيقه انسان نفسي يكون ابن ربنا، ونفسي افرح قلب ربنا، ونفسي كل حياتي تكون لربنا. خلصنا السؤال دوت وضحكنا واكلنا وشربنا، وبعدين بقول لك في الاخر كده، لو انت ليك طلبات اكتر حاجه بتبسطك ايه في حياتك؟ تقول لي الخروجات، اصحابي، سهر بلا قيود. انا انسان ليلي مش نهاري. اقول له يعني ايه ليلي؟ يعني يقول لي عامل زي الوطواط. اقول له يعني عامل زي الوطواط؟ يقول لي احب انام طول النهار واسهر طول الليل. تسبيحه؟ بقول لك تسبيحه يا اصحابي. خروجات، احب ارجع كده البيت 4 الصبح من البيت كله نايم. ها عشان تصلي؟ لا عشان انام، عشان افضل نايم 4 الظهر. عشان اعمل ايه؟ عشان اخرج بالليل. ما انا بقول لك انسان ليلي. خلي بالك هنا في حاجه غريبه قوي قوي، ده مش نضوج، وده الوهم اللي معظم الناس يا حبايبي عايشين فيه. بيتهيأ لهم في نفسهم حاجه، والبراكتس بتاع حياتهم حاجه تانية خالص. اهو انت مين؟ ابن ربنا. اولوياتك ايه؟ سهر، خروج، احب قوي الشله. احنا قضينا 4 ايام في الغردقه ليل نهار ما نمناش، واول ما ركبنا العربيه واحنا جايين يا ابونا كلنا عمال غطينا، وفضلنا نمنا لغايه لما وصلنا مصر. عارف يعني يا ابونا 4 ايام ما نمناش؟ ايوه. عملتوا ايه؟ عديتوا على الانبا بولا والانبا انطونيوس في السكه؟ لا يا ابونا، ايش جاب الغردقه الانبا بولا والانبا انطونيوس؟ ده كارير وده كارير تاني خالص، ده شغلانه وده شغلانه. فهمتوا حاجه؟ يبقى الانسان الناضج الاثنين بتاع انا مين وعاوز ايه ماشيين في سكه واحده. لو حصل ازدواجيه او انقسام ده معنى عدم نضوج. لسه انت مش ناضج. بتضحك على نفسك ممكن، بتضحك على الناس اللي حواليك ممكن. عاوزين بقى نفهم، ما احنا اتفقنا، احنا خلصنا انا مين المره اللي فاتت وعقبنا عليها دلوقتي في علاقتها بانا مين وعاوز ايه. طب انا عشان اكون عارف انا عاوز ايه، ايه اللي بيميز الانسان الناضج اللي عارف هو عاوز ايه؟ اول حاجه بتميز الانسان الناضج اللي عارف هو عاوز ايه حاجه اسمها الرؤيه. انسان عنده رؤيه لحياته. معظم الناس يا اولاد اللي مش ناضجين ما عندهمش رؤيه لحياته. يعني انت بتشتغل ايه؟ اي حاجه والسلام، هو حد لاقي؟ طب دي بدايه ممكن يعني، بس بعد كده ايه؟ لا اي حاجه الحمد لله، الحمد لله شغلها. طب وانت بتتجوز ليه؟ صدقني ما عارف، بس قالوا لي سنه الحياه. طب يعني رؤيتك في الجواز ايه؟ انت ليك رؤيه في الجواز؟ اهو برضو الونسه حلوه، ونسه
وبعدين طب والعيال؟ ايوه برضه صح، العزوه حلوه. يعني انت بتتجوز ونسه وعزوه. في واحد عنده رؤيه، في واحد عنده رؤيه. يعني ايه عنده رؤيه؟ عنده رؤيه على كل مستوى حياته، حياته الروحيه عنده فيها رؤيه. تلاقي اللي عنده رؤيه مش راضي، انا صحيح بمارس بس لسه مش شاعر بربنا كفايه، ممكن ادخل العمق خطوه، انا عاوز انمو، ما انا بنمو في السن والشعر بيبيض ولسه علاقتي مع ربنا محدوده، طب اعمل ايه؟ اقرا ايه؟ انا نفسي السنه دي اركز على اقوال الاباء واشوف القديسين قالوا ايه، نفسي السنه دي اركز على كتب كنسيه عشان افهم الكنيسه وطقسها وعقدتها بتقول ايه. واحد عنده رؤيه، عارفين يعني ايه عنده رؤيه؟ رؤيه، ده ناضج دايما عارف، عنده رؤيه على مستوى مثلا حياته الاجتماعيه، على مستوى حياته الاجتماعيه عنده رؤيه يصادق مين وما يصادقش مين، ولما يتجوز هو ومراته يقدروا يصادقوا مين وما ينفعش يصادقوا مين. حتى لو كان علي ضغط ان انا اصادق رئيسي في الشغل، انا عندي رؤية الناس دي ما ننفعش نعيش حياتهم ولا نخرج خروجاتهم ولا نتكلم كلامهم ولا ناكل اكلهم ولا نشرب شربهم، احنا مختلفين. انا عندي رؤية على مستوى اصدقائي، انا عندي رؤية. واحد اقول له يا ابني انت ما هو اللي انت ماشي معاه ده مش هتعرف تبطل اللي انت بتشربه طول ما انت ماشي معاه، يقول لك هو انا لقيت غيره هو ده اللي كان موجود. لا، انت كده ما عندكش رؤيه، انت مش ناضج، انت ماشي مع ريح. لكن الناضج انا عارف ان لو انا اتعرفت على ده هيضرني، وبالتالي انا من بعيد لبعيد بحبه بس مش ممكن نكون اصدقاء، لان تاثيره عليا هيكون اكثر من تاثيري عليه. انا عندي رؤية، عندي رؤية على مستوى حياتي العملية. بتشتغل ايه في بنك كذا؟ طب ناوي تعمل ايه؟ متضايق قوي 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 قوي. ليه؟ تصور في ناس اترقت وانا احق بالترقية. اصلا انت عارف طبعا السر، انت عارف السر، احنا ملناش نصيب في مصر. طب الاول يعني انت عندك رؤية؟ طب كم واحد عمل MPA في البنك وانت مكانك سر؟ وكم واحد عمل CPA في البنك وانت مكانك سر؟ وكم واحد عمل CFA في البنك وانت مكانك سر؟ وشهادات كتير مش هنتكلم فيها. في ناس عندها رؤية لحياتها العملية وتقول لك انا لو فضلت كده الأقدمية ما مش مقياس الترقية، الكفاءة والدراسة النهاردة اذا ما عملتش ماستر within the first five years انا هتركن طول عمري لان دماغي هيصدي ومش عارف اذكر بعد. واحد عنده رؤية ده انسان ناضج، عارف انه بعد 5-6 سنين لو ملحقش نفسه في الكمبيوتر الجنريشن اللي جاية بعد كده هتاكله وتعديه. واحد عنده رؤية. واحد يقولك مش بنقبض، الحمد لله، بس البنك ممكن بعد 5 سنين لو انت ما طورتش نفسك ساعتها تقول مضطهد، ساعتها تقول مظلوم. لا يا حبيبي، انت السبب لان ما كانش عندك رؤية. ده ناضج يا ولاد، لازم يكون عندكم الرؤية. لو ما عندكمش الرؤية على مستوى الحياة العملية وعلى مستوى الحياة الروحية هنفضل طول عمرنا مش عارف اقولها ازاي، متدلعين ومتأخرين. الرؤية دي مهمة قوي. عندي رؤية على مستوى الأخلاقيات اللي عندي، ان في امور خط احمر في الأخلاقيات مش ممكن هتنازل عنها، مش ممكن هعمل كده. عندي رؤية لخروجتي، خروجتي تكون فين وفي مكان شكله ايه، وينفع اخرج هنا وما ينفعش اخرج هنا. عندي اخلاقيات، هزاري عندي فيه رؤية لان انا انسان ناضج، مش مع كل لون ومش عارف دق ايه مطرح ما يقول ايه والكلام بقى اللي ما نفهموش كمسيحيين. لكن القعده طلبت كده. الايه؟ ايه ايه القعده طلبت كده؟ طب لو بكره القعده طلبت اسوأ من كده، فين رؤيتك يا رجل الله؟ فين رؤيتك يا انسان الله؟ الانسان الروحي والانسان الناضج عنده رؤيه، زي ايليا، زي يوحنا، عنده رؤية لحياته. وعشان كده حياته بتبقى لها قيمة، لأنه مش واحد في طابور مش عارف هو عايش ليه والهدف من وجوده إيه وبيعيش عشان إيه. أهلا بناكل وبنشرب وبننام. طب ما في حاجات في خليقة الله ما بيتقالش عليها بني آدم، بيتقال عليها حاجات تانية بتعمل اللي أنت بتعمله، بتاكل وتشرب وتتناسل وبتشتغل، بيشيلوا على ظهرها شوية حاجات يودوها ويرجعوها. فناحية شغل وأكل وشرب، لا، أنت لازم تراجع نفسك. تاني
عشان انتوا سرحتوا مني شويه هرجع اللي انا قلته. قلت الانسان الناضج عاوز ايه، ماشيه مع ايه، انا مين، في الاثنين في سكه واحده. فقلنا اهم ما يميز الانسان الناضج ان عنده رؤيه لحياته الروحيه، لحياته العمليه، لحياته الاجتماعيه. ليك رؤيه، ليك تصور لنوع حياه تعيشها، مش زي اي ما حد عايش بتعيش. ده انسان ناضج يا اولاد. القديس حبيب جرجس اللي الكنيسه اعلنته قديس قريب، ارشدياكون القديس حبيب جرجس، كان عنده رؤيه، عنده رؤية. الكنيسة غزاها الطوائف، الكنيسة ما فيهاش وعظ، الكنيسة ما فيهاش ترنيمة باللغة اللي بتقولها الشعب. عنده رؤية، رؤية انه هيعمل ايه، انه هيخلي الكنيسة تقول ترنيمة شكلها ايه، ويعلم ناس توعز ازاي، ويبني اكليريكية. عنده رؤية، عنده رؤية. هو عاوز الكنيسة دي في خلال كذا سنة يحصل فيها طفرة، وحصل بنعمة ربنا. بس ده إنسان كان عنده رؤية. نمرة اتنين، الإنسان الناضج الأولويات عنده واضحة. الإنسان الناضج الأولويات عنده إيه؟ واضحة. يعني إيه الأولويات عنده واضحة؟ عارف كويس إيه يجي قبل إيه، وإيه أهم من إيه. اختياراته واضحة نتيجة أولوياته مترتبة. برضو إحنا قلنا نمرة واحد الرؤية، اتنين الأولويات عنده واضحة. بمعنى تاني المسيح قال آية كده، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ فعنده أولويات، خلاص نفسي نمرة واحد. ده إنسان ناضج عنده أولويات، عنده أولويات. عايز أحكي لكم حكاية هي ملهاش علاقة بالروحيات. رئيس مجلس شركة كوكاكولا العالمية قال سبيتش مدتها 30 سنة، من أعمق ما ممكن الإنسان يسمعه في الإنسان الناضج اللي أولوياته واضحة. قال، تعرفين الجابلينج اللي هم اللي بيلعبوا بالكور كده في الهواء، بيقول أي إنسان عنده كور من الإزاز، ده رئيس مجلس شركة المفروض يحس الناس إنها تشتغل، مش كده؟ أنا رئيس مجلس ظرف أقول مستني منكم إنتاج أكتر، مستني منكم أرباح أكتر عشان نوزع عليكم أرباح أكتر. شوفوا الراجل قال إيه، كلمة رائعة. قال كل واحد معاه أربع كور من الإزاز، وكرة واحدة مطاطة، كرة واحدة كاوتش، وأربع كور منين؟ من الإزاز. الكور الإزاز هي نمرة واحد الأسرة، نمرة اتنين الله، نمرة تلاتة الأصدقاء، أنا مش فاكر بقيتهم الحقيقة. وفي كرة واحدة كاوتش اسمها العمل. خلي بالكم إن كرة العمل دي لو سقطتها في الأرض وقعت منك وانت بتعمل جامبلينج هترد لك تاني لأنها كاوتش. فالشغل لو ضاع منك ممكن يرجع في شركة تانية أو بعد وقت تاني. لكن الأربع كور التانيين اللي هم ربنا، اللي هم أسرتك، اللي هم علاقاتك مع الناس اللي حواليك، لو اتكسروا ما بيرجعوش تاني. يعني انت عاوز تقول لنا ايه؟ عاوز أقول لكم رتبوا أولوياتكم صح، لأن المجتمع الرأسمالي كله مستعبد للشغل اللي هي الكاوتشة، وبيكسر كل الإزاز اللي هي الأسرة وولاءه. فالإنسان الناضج أولوياته واضحة محددة، مش ماشي مع الطيار، هو عارف عاوز إيه ومرتب الأولويات صح. ده ناضج، عارف إمتى يعمل إيه. أحكي لكم حكاية عشان نكسر بس الكلام الجديد. بص يا جماعة، أنا كنت قاعد قريب مع خادم ربنا يحافظ عليه. الخادم ده شغال في أحد الشركات وبياخد مرتب كبير قوي قوي قوي. فقالوا له في بوست ليك برا مصر، فرد عليهم قال لهم أنتوا عارفين أنا بقول إيه، البوست بتاعي طالما أنا وأسرتي نروح وان باكج. قالوا له أنت ما تقدرش تقعد في مصر أكتر من كده لأن الترقية بتاعتك جاية في مكان تاني، في حتة تانية بعيدة، مرتبه كبير قوي قوي. خلي بالك الأوفر انكلوز ان هياخد ثلاث مرات ونص المرتب اللي بياخده في مصر، وما اقدرش اقول لكم المرتب اللي بياخده في مصر من اجل صغر النفس وخطيه الغيره والحسد، انا مش هجيب سيره المرتب خالص. لكن لو هو 10 ولا 20 ولا 30 بس يعني من غير ما تسكت. المهم يعني فهو معروض عليه ياخد ثلاث مرات ونص،
يعني احنا بنتكلم في 100 كي. خليكم معايا. فالمدير قال له الشغلة جات لك، انت روح لمدة سنة وبعد سنة هنبعت لك أسرتك. الحقيقة سكت وروح عشان كان متضايق قوي. كل اللي بينهم وبين الشركة طبعا هو معاه اللابتوب بتاعه فيه أسرار الشركة وفيه شغل الشركة كبير قوي، دي شركة انترناشونال في العالم كله، وكون انه يروح باللابتوب للمدير ويسلمه له معناها هي دي الايه؟ الاستقالة. استقالة وهو مش عارف هيعمل ايه، لان الشركة بتدفع له مبالغ فوق الوصف في مصر من اجل التعليم بتاع ولاده. مبالغ برضو مش هقولها لكم، يعني الفلوس اللي بياخدها في جيبه دي ملهاش علاقة بالنادي وملهاش علاقة بالمدرسة اللي بتقوم بيها الشركة. شركة عالمية دي سياستها في العالم كله. فمعنى كده اقول لكم بلغة الشباب، دخل في الحيط ولا مش عارف خبط في الحيط ولا بتقولوا ايه ايه، يعني مش قادر اقولها دي قوي. يعني هيلاقي نفسه مع اولاده بره، هيجيب لهم مدارس منين؟ وخلي بالكم الاوفر اللي بره بايه؟ يعني اي زوجه فيكم لما جوزها مثلا يقول لها انا جات لي اوفر ب 100,000 جنيه في بلد بس هتغرب شويه، تقول له ولا يهمك ربنا موجود. روح انت اسعى اسعى، ده ربنا فتح لنا، ده رزق اولادك يلا. وبعدين انت تطمن 100,000 جنيه في الشهر تخلينا رايحين جايين لبعض، يعني ده بمرتب شهر تغرقنا رحلات. يعني هو راح بالكمبيوتر بتاعه للمدير الاقليمي وقال له ادي الكمبيوتر انا هقدم استقالتي. قال له ليه؟ قال له لان انا ما بهزرش، اولوياتي واضحه جدا. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ انا واسرتي وان باكج، وانا ما بزنقكش ولا والبل ودراعك، انا بقول لك انا مقدم استقاله عشان يبقى انت ليك حريه القرار. قال له اهدى شويه اهدى شويه، وهو عشان كفء قوي وفقوله انه يسافر هو واسرته سينس داي 1. بس خلي بالكوا هنا، انا ما بتكلمش على الشركه عملت ايه، انا بتكلم على اولوياته واضحه. في واحد تاني اولوياته ان عاوز يعلم ولاده كويس، اولوياته كده عاوز يعلم. ان شاء الله اروح في دوله عربيه واجي اشوف ولادي 15 يوم في الشتاء وشهر في الصيف يجولي. طب وبقيت 11 شهر يا بابا؟ مش مشكله، بس الولاد يخش الاي يو سي والجي يو سي والاي يو سي، اي حاجه في السي، بس الولاد تبقى متربيه في الايه سي سي سي، اي حاجه يعني. المهم مش هادي القصه دي، وجهات نظر. بس في واحد اولوياته واضحه تماما، اما انا واهل بيتي فنعبد الرب، اسرتي خط احمر، كلنا في التدبير الالهي خلق الاسره، لان المراه ليها احتياجات مش هيسدها غير جوزها، والزوج ليه احتياجات مش هتسدها غير زوجته، والولاد مش هيتربوا الا بوجود اب وام. انسان ناضج اولوياته واضحه. واحد تاني من الناس اللي كانت اولوياتهم واضحه واقول عليه انسان ناضج قوي، حكيت لكم عنه قبل كده. كان واحد في احد الدول الساقعه قوي قوي بصرف النظر عن نوع الدوله، وكان لازم عشان يقدم تكليف الطب بتاعه يطلع في ولايه بعيده جدا عن الولايه اللي هو فيها كلها تلج. كان اقرب كنيسه قبطيه عنده 3 ساعات سواقه، فكان بيسوق في عز التلج 3 ساعات، يصحوا 4 عشان ينزلوا 5 عشان يكونوا في الكنيسه 8 القداس من اوله، مش جايين على الانجيل ولا جايين على المناوله وابونا يقول له حللنا ده احنا جايين سايقين 3 ساعات فهيناولوا، لا لازم نحضر. الولاد لازم يتربوا جوه الكنيسه. في يوم من الايام قامت عاصفه ثلجيه والعقل قال له ما تروحش، وحصل له هي واز ترابت، يعني العربيه اتغرست في التلج ومفيش سكه، وابتدت العربية تفقد كل التدفئة اللي فيها والبنزين اللي فيها ابتدى يخلص، يعني we are facing death، احنا بنموت احنا بنموت. قالوا هنصلي هنصلي واللي ربنا يريده، بس احنا عارفين احنا عاوزين ايه في حياتنا، دول ناس ناضجة. طبعا ربنا ما سابهمش، بس التجربة شدت قوي لان قعدوا 2 ساعة 3 من خلاص هيموتوا يعني. وفي الوقت المعين من الله ربنا بعت عربية انقذتهم. وخلي بالكم ما كانش فيه لانت ولا في موبايل في الحته اللي هم فيها، لانه كان في وسط تلج مفيش انتنة، يعني مفيش محطه تقويه للسيجنال. خلاصه الكلام نمره واحد، الانسان الناضج لما بيقول الكلمه النقطه عاوز ايه عنده رؤيه، 2 عنده ايه؟ عنده اولويات. اخر نقطه
هقولها في 3 دقائق عشان وقتكم. الإنسان الناضج لما يكون عاوز إيه لازم يكون عنده حاجة في حياتها اسمها محطة مراجعات. يعني إيه محطة مراجعات؟ كل فترة يراجع فيها رؤيته ويراجع فيها أولوياته، لأن مع الزمن والمسؤولية ولهو الحياة الإنسان بينسى أولوياته وبينسى رؤيته، وممكن بعد 20 سنة يقولك يا تتغير قوي، ده ما كانش كده لما كان متخرج جديد، كان واضح ومحدد وعارف عاوز ايه. اهو دلوقتي في الطابور عايش زي اللي عايشين تحت مبدأ اسمه سنة الحياة، مش عارف عايش. الإنسان لازم كل فترة، أنا كأبونا لما كنت في أول رسمتي ككاهن كانت أفكاري إيه؟ طموحاتي إيه؟ رؤيتي إيه؟ إيه اللي تنزلت عنه؟ إيه اللي ضاع مني؟ إيه اللي تاه ولازم أرجع أدور أجيبه عشان ما موتش؟ إيه طموحاتي في اللي جاي؟ محطة فرجع إلى نفسه، لازم أقعد مع نفسي وراجع أنا عاوز إيه، لأن يمكن اللي بقيت عايزه دلوقتي ما كنتش عاوزه من 10 سنين ودي مصيبة سودة، أو ممكن اللي عايزه دلوقتي كان أحسن بكتير من اللي مش عايزه من 10 سنين، وده أشكر ربنا على التقدم اللي ربنا سمح بيه. إذا ما كانش عندك محطة تقف فيها مع نفسك تتابع فيها نضوجك وطموحاتك وأولوياتك ممكن تتوه في وسط الناس التايهة. فاهمين يا أولاد ولا الكلام صعب؟ لازم يكون عندك محطة مراجعة. أختم بقصة لإنسان عزيز على قلبي قوي. كنا احنا الاتنين سن واحد، هو دخل كلية غير كلية، هو دخل كلية طب بس فضلنا أصدقاء عمر. هو كان إنسان جميل جدا ربنا يديله ويزيده. طول ما هو في كلية الطب كل أحلامه ان في يوم من الايام، هو بقى كان يحكي لي احلامه واحنا اصدقاء بقى، فكنا نتمشى واحنا جايين الكنيسه واحنا جايين الكنيسه يحكي لي على احلامه ويقول لي نفسي اتخرج، وكان في روايه اسمها اشيب كولد هوب او حاجه زي كده، يعني سفينه اسمها الامل، عباره عن مجموعه من الدكاتره كانوا بيسيبوا كل حاجه ويلفوا افريقيا عشان يعالجوا الناس ببلاش. قال لي من ساعه ما قريت النوفل دي وانا حاسس ان نفسي اعمل كده. دخل دول المهجر جاب مجموع كبير قوي قوي، اشتغل دكتور، فتح عيادة بقت تدخله كتير قوي قوي، بصرف النظر عيادته كانت بتعالج ايه مش هقول اكتر من كده، كتير قوي قوي قوي. وبعدين ابتدى يحس ببين، عارفين يعني ايه الم؟ دعب، مش هو ده اللي انا كنت عايزه، في حاجة غلطت، الفلوس كترت بس ايه قيمتها؟ وقعد مع نفسه حتة قعدة محطة، قال أنا فين؟ وأخذ قرارات عجيبة. كل الناس في الغرب بتتنقل من شقة في بداية حياتها لسيمي أتاتش هوم، يعني بيتين كده يبقوا لازين في بعض، لحاجة اسمها بقى هوم، بقى فرونت يارد وباك يارد بقى وجراشين ثلاثة، وانت وبعدين ده دكتور بقى، يعني لما يحب يشتري قصر البنك هيديله 8 قصرين، لأن ده فلوس مضمونة في المورجج، في القرض بتاع السكن. عمل حاجة عجيبة قوي، رجع السكن في شقة، شقة شقة، وعمل حاجة عجيبة جدا، يقفل العيادة بتاعته ويشتغل في الاستيت. الاستيت اللي هي الحكومة، الحكومة يعني تصور واحد دكتور شهير قوي عنده عيادة باب اللوق يقول لك انا هسيب كل ده وروح اشتغل في التأمين الصحي. ناس بتقول لك ده ايه ده؟ ايه اللي حصل له ده؟ عمل كده وبقى يشتغل بالساعه باجر ضيق جدا 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 علشان يتخصص في علاج كل المدمنين الفقراء اللي موجودين في الولايات اللي حواليه فور فري، من غير ما ياخد مليم واحد في جيبه غير مرتب الحكومه، اللي مهما كان الدكتور بيقبض هناك فهو مرتب حكومة. ايه ده؟ في ناس كده؟ عرف يعمل كده. عارفين عارف يعمل كده ليه؟ لانه قعد في محطة راجع فيها رؤيته كانت ايه ايام ما كان طالب في كلية الطب ولقى نفسه حزين. I am making money but I lost my happiness. انا بعمل فلوس كتير قوي بس فقدت سعادتي.
طب انا عاوز ارجع مبسوط، لازم ارجع للرؤية ولازم ارجع للاولويات، حتى لو كان تمنها ان على مستوى المادي اخسر كتير. دي ناس ناضجة عارفة عاوزة ايه، ويتبقى سؤال نوصل له ازاي المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قبل ما ابتدي أفكر حضراتكم إن إحنا في الثلاثية النهاردة آخر جزء فيها. كلمنا عن النضوج وقلنا إن الإنسان الناضج يعرف ثلاث حاجات: أنا مين، عاوز إيه، أوصل له إزاي. قلنا في أول مرة كلمة أعرف أنا مين يعني أعرف إيه هي إمكانياتي، إيه هي وزناتي، إيه هي مواهبي. وقلنا إن ميزة إنك تكون عارف أنت مين حلو قوي، إنك تقدر تحسن من نفسك وتقدر تحسن في اختياراتك وتقدر تطور من شخصيتك وتقدر يعني تشتغل على نفسك. ده قلنا المرة اللي فاتت. وبعدين قلنا كمان علشان أعرف أنا مين في ثلاث حاجات تعملها: اسمع من ناس بتحبك، شوف أفعالك وردود أفعالك وقت الضغوط. يعني زي الأخ اللي كنا جاي في السؤال دلوقتي، إن لما بيتضغط بيشتم. في واحد لما بيتضغط ما بيشتمش. فأنا بعرف نفسي وأقيس نفسي في وقت، يعني بقيس أفعالي وردود أفعالي في وقت الضغط. وآخر حاجة إن أنا أوزن نفسي على وسيط ربنا، حط الوصية في كفة وحط تصرفاتك في كفة وشوف الجاب اللي بين الاثنين قد ايه. ده كان ملخص المحاضرة الاولى. المحاضرة التانية اتكلمنا طيب انا مين، لازم اكون عارف انا عاوز ايه. فاتكلمنا في ثلاث نقط. النقطة الاولانية ان الانسان لازم يكون له رؤية لحياته، واتكلمنا كمان ان فيه لازم يكون غير الرؤية عندي محطات بقف فيها واشوف نفسي، وعندي حاجة اسمها ترتيب الاولويات، ايه اهم من ايه في حياتي. يبقى جاوبنا على سؤال أنا مين، وجاوبنا على سؤال أنا عاوز إيه. النهاردة السؤال الثالث اللي هو إجابته أوصله إزاي أو أحققه إزاي. الحقيقة علشان أحقق أي حاجة النهاردة كنت الموضوع كبير قوي، عشان أحقق اللي أنا عاوزه بعد ما عرفت أنا مين موضوع كبير قوي، فعشان اقدر اضغطه واقدر المه قلت هنعمل حاجه. وانت بعد ما عرفت انت مين وبعد ما عرفت انت عاوز ايه، هقول لك اوعى وانت بتحقق اللي عايزه تغلط الاخطاء الاتيه، لان الموضوع ليه جوانب كتير، فانا ركزت على جانب واحد هتفهمه لما ابتدي اقول. يعني وانا بحقق اللي انا عاوزه، التحذير الاول مش على حساب نفسك. يعني ايه مش على حساب نفسك؟ دي نصيحة قالها رب المجد يسوع المسيح. قال لك ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر إيه؟ نفسه. فأوقات كتيرة قوي الإنسان بيكون عاوز حاجة وهو بيعملها بينسى إن دفع تمن أغلى مما تستاهله وهو حياته كلها. كلام صعب، نبسطه بمستوى الشباب. بمعنى إيه الكلام ده؟ أحكي لكم حكاية لواحد زمان خدمته سنة 84. كنت بخدم مسنين ومرضى، ويعني كنا مع شباب جامعة، فأنا كنت الخادم بتاعهم، فكنا نروح كده في دار مسنين ونخدم. فشوفنا نماذج كتير قوي. ففي واحد ده كان مهندس، ده غني قوي قوي وعنده ملايين، عنده ملايين لدرجة انه هو عاوز كان انا بقى عشان كنت الخادم الكبير، ويعني فهو جاب ايه، يعني خلى الخدام الصغيرين اللي هم اللي في جامعة دولة يخرجوا، وقعد معي فتح لي شانن وفتح لي دولاب. هو بقى في دار مسنين بس في الاوضه بتاعته دي 5 ستارز، ولا اوتيل مريديان ولا فلسطين، حاجات عاليه كده. فاول ما دخلت في شوكولاتات، سوري يعني في اللي هقوله بس انا بوصف اللي شفته، يعني ازايز من السويسكي، ازايز من انواع من الخمور الغاليه قوي قوي، عنده حاجات فضل يفرجني على حاجات كتير قوي، اغلى اقلام، اغلى ساعات. وابتدى يحكي لي بقى، قال يا ابونا انا اتعس انسان في الارض. انا كنت مهندس شاطر قوي، اتخرجت من مش عارف من كام سنه، من 40 سنه، ولما اتخرجت اشتغلت بقيت نبغه، وخدوني العراق، وبعدين خدوني ليبيا، وبعدين خدوني ايطاليا، وسموا عني في فرنسا في اكبر شركه، خدتني شركه هندسيه
وربنا اداني والفلوس كترت قوي، وكنت النجاح بتاع الشغل بيغريني ويغويني، وهو قال باللفظ الواحد كده I couldn't stop myself، يعني ما قدرتش أفرمل نفسي، ما قدرتش أوقف نفسي من نجاح لنجاح. أقول ياه ده أنا بقيت 35 سنة بس لازم أتجوز، جالك عقد في كركوك مش عارف مين، هتعمل إيه؟ ما تعمل ديزاين لأكبر مبنى شركة بترول في العراق، أروح رايح العراق أحط فيها سنتين ثلاثة، لا ده أنا بقيت 38 سنة المفروض أتجوز بقى عشان ألحق أربي ولاد. اسكت، ايطاليا طلبك بالاسم، روح ايطاليا، انا بالاسم ويطلب واحد مصري يعني يروح ايطاليا. بقيت 43 سنة المفروض بقى ارجع واحد، جات لي فرنسا المفروض مش عارفين، جات لي نيجيريا، فضل بقى يلف في العالم كله من نجاحات، وفي واحد بيشل له الشنطة وواحد بيفتح له باب العربية، وبقى على العالم كله من اشهر وانبغ المهندسين. فضل ينجح والنجاح بيسرقه. قال أنا النهاردة عندي 70 سنة، عندي أمراض، عندي فلوس، أنت عارف أنا فرقتك على الحاجات اللي في الدولاب دي ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي لأن كل الحاجات دي مش قادر أدوق منها حاجة، ولا قادر أعزم بأي حد على حاجة من الحاجات دي، لأن محدش بيجي لي، مفيش حد في عيلتي فاكرني لأن أنا قعدت 40 سنة برا مصر، وما فيش حد ممكن اتجوزه وانا مريض وعندي 70 سنة واتجوزها ليه؟ وهي هتتجوزني ليه؟ عندي كل حاجة بس انا خسرت كل حاجة. اتضحك عليا ضحكة بكلمة نجاح وفلوس. وكنت دايما احس ان الانسان القوي هو من يملك عمل ناجح فيه ومن يملك قرش يسنده. انا عندي ملايين وببكي ليل ونهار، مين اللي هياخدها ورايا؟ الدولة هتاخدها؟ ده انا معرفش حد حتى ادهاله. ده انا بوزع شوية في الخير بس انا مش مبسوط، انا كئيب. ياريتني كنت اتجوزت، ياريتني كنت عشت زي انسان في اسرة متوسطة وليا نسل. خلي بالك لما انت تكون عاوز تحقق حاجة بص للتمن. وبقول لك كده اول درس، اوعى يكون على حساب نفسك. يبقى الدرس الاولاني وانت بتحقق اللي انت عايزه مش على حساب مين، عشان ممكن تتسرق ويكون التمن irrecoverable، يعني ما تقدرش تصححه تاني، ما تعرفش تصحح فيه اي حاجة. يبقى اوعى يكون طريقك على حساب نفسك، مش على حساب. احنا كل الكلمات بتاعنا مش على حساب. اول واحدة مش على حساب نفسك. اتنين، وانت بتحقق اللي انت عايز توصله ما يكونش على حساب الناس. يعني ايه ما يكونش على حساب الناس؟ لا، الحقيقة في ناس بتنجح وبتحقق بس على حساب مين؟ الناس. ازاي على حساب الناس؟ يعني في ناس بتدوس على ناس عشان هي توصل وتستبيح لنفسها كده انها تستغل اي انسان عشان توصل على كتافه وتعلى على كتافه. عارفين النباتات المتسلقة؟ في ناس كده عشان تنجح مش مهم هقول عنك ايه، بس اخد الترقية، وبعد ما ترقى المدير اللي رقاني عند اول فرصة اديله ايميل للهيد كوارتس في امريكا اللي هم رؤساء مجلس الادارة وطيره عشان ابقى على الوش، هعمل كده. ولما اعمل كده وابقى مكانه اي حد شاطر تحتية اقصف رقبته عشان ما ياخدش كرسية. فانا بنجح. انت قلت لي انت مين؟ انا طموح وعاوز ايه؟ عاوز انجح. بس بقول لك خلي بالك ما يكونش على حساب الناس، لان ده نجاح رخيص قوي اللي يكون فيه ضحايا. بلاش النوع ده برضو على حساب الناس. يعني مش يكونش على حساب اسرتك. يعني ايه ما يكونش على حساب اسرتك؟ احكي لكم حكايه ماساه لها قصص حقيقيه. أب قعد في أحد البلاد يشتغل لمدة 25 سنة علشان يجيب فلوس لولاده. رجع بعد 25 تعب، متوقع لما يرجع بقى أولاده يحطوا له إيه فوق إيه. أنا اتحملت الغربة واتحملت الشقة وعملت كل ده علشانكم أنتم، على الأقل جاي ارتاح عاوز عرفان بالجميل. ربنا يخليك يا بابا، دخلتنا أحسن كلية ولبستنا أحسن لبس، وانت ومن غيرك ما كناش نساوي. فداخل البيت الحقيقه بيقول صباح الخير بعشم، يعني هاي. العيال بترد عليه بتقول له هاي. قال له حبيبي انت وحشني ونفسي اتكلم معاك.
قال له هنتكلم في ايه؟ قال له في اي حاجة. قال له اساسا يعني هو في بيننا ايه عشان نتكلم فيه الولد التاني او البنت التانية؟ يا بنتي ما تتأخريش، او بيقول الابن ما تأخرش. قال له احنا بقالنا 20 سنة بنرجع 1 و2 صباح، ايه اللي حصل في الدنيا عشان تقول لنا نرجع 10 و11؟ ده كان ايامكم. اقول لك حاجة عشان نرتاح ونريح بعض، شوف لك عقد في دولة تانية كمل بيهم ايامك. ايه ده؟ فاكرين لما حكيت لكم المرة اللي فاتت على رئيس مجلس شركة ادارة كوكاكولا لما بيقول لك معاك كذا كورة، في كور ازاز وفي كور كاوتش؟ معظم الناس بتحافظ على الكرة الكاوتش، انا شرحتها المرة اللي فاتت، واللي بيقع منها الايه؟ الازاز. وعلشان كده اوعى يكون اللي انت عايزه على حساب الناس، اوعى تستغل حد، واوعى تضحي باسرتك. في ستات ده يقول لما الراجل يبقى مجنون شغل ده جزء من تكوينه النفسي، لكن لما ست بتخلص البكالوريوس واتجوزت يعني وعندها بيبيز وجايبه واحده تربي هي مبسوطه، فبتربي بواحده، بتربي داده، بتربي ولادها، وبعدين عملت ماجستير، وبعدين عملت دكتوراه بارت 1 وبارت 2، وشغاله شغاله 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 في شغاله شغاله، كل ده شغاله، جايه متضايقه قوي 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 ان الولاد لما قبل ما يخشوا كي جي 1 بقوا يقولوا للداده يا مامي، متضايقه. طب ما انت اللي خسرتي. فاكرين الاولويات بتاعت المره اللي فاتت؟ اولوياتك كانت غلط، فبتندمي ليه النهارده؟ فاوعى وانت عاوز تحقق اللي انت بتحققه يكون على حساب انسان، سواء بالاهمال او بالتسلق. اوعى تهمل اسرتك، اوعى تهمل اسرتك. كل الولاد المدمنين مدمنين ليه؟ عشان ما كانش في اسره حط عينيهم عليهم، ما كانش في اب مصادق ابنه، فتلم على اولاد بره يصدقهم ودوه في سكه غلط. البنت اللي سابت المسيح بسبب عاطفه ليه؟ عشان ام مش دريانه، كانت عندها اهداف تانية، قاعده قدام البرامج بتاعت التلفزيون تتعلم الطبيخ، 30 سنه بتتعلم في الطبيخ، والبنت تقول لها ماما انا في حاجات جوايا، انا تعبانه يا ماما، تقول لها انا في نص الوصفه. مش ضروري يكون طبيخ يعني، اي حاجه بقى. يبقى وانت بتحقق اللي انت عايزه اوعى يكون على حساب نفسك، اوعى يكون على حساب مين؟ الناس. يا جماعه دي دروس ارجوكم احفظوها وعيشوا بيها، عشان الكهنه ليل ونهار شايفه مآسي بالسبب اللي انا بقوله ده. الكلام ده مش جايبه من كتاب صدقوني، ده انا جايبه من الحياه اللي احنا عايشينها. ثلاثه، وانت بتحقق اللي انت عايزه مش على حساب وصية ولا مبدأ، مش على حساب وصية قالها المسيح ولا مبدأ، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. ما ينفعش عشان أنا أعمل حاجة وأوصل لها أكذب أو أشتم أو ألف وأدور أو أخبص، ما أقدرش، أو أزور في بتاع علشان لو كتبت كده مش هيدوني فيزا. إيه اللي الدنيا تستاهل؟ ايه اللي الدنيا تستاهله؟ فخلي بالكوا كويس قوي قوي قوي، ان لو انت عاوز تحقق حاجه حتى لو الحاجه دي صح ما تكونش على حساب مين؟ وصيه. عارفين في النقطه اللي فاتت بتاعت ما يكونش على حساب انسان؟ حتى لو انت بتحب الخدمه وابتديت تكبر في الخدمه، وبعد ما كنت بتخدم يوم في الاسبوع بقيت تخدم يومين في الاسبوع وثلاثه في الاسبوع، ونفسك تخدم طول الاسبوع وبيتك ابتدى يقع، يبقى انت مش خادم مظبوط، لأن كنت لازم الخادم يقوم بيته الأول قبل ما يكلم الناس بره عن الصلاح. وفي النقطة الثالثة بتاع ما يكونش على حساب وصية ومبدأ، افتكر كده يوحنا ذهبي الفم، ما كنت تعديها يا أخي. إيه يعني الإمبراطورة عملت لنفسها تمثال والناس وهي ماشية هتوطي وتحييه؟ لهم لا، ما ينفعش. ما كنت تعديها يا يوحنا يا معمدان، كان ايه اللي يجرى يعني؟ اهو ملك وبيعك وراجل فاسد، ليه بقى قاعد توبخ فيه توبخ فيه؟ اهو جاب رقبتك، مش مشكله، بس انا عارف انا مين، انا صوت صارخ في البريه، انا عارف انا عاوز ايه، انحني وحل سيور حذائه، وعارف اوصل له ازاي، مش هكسر وصيته مهما كان التمن، حتى لو التمن موتي.
مسيحية عايزة رجولة. اوعى يكون على حساب وصية. إلي انت مالك انت ومال اخاب يا اخي؟ خليك في نفسك. خلينا في نفسي ازاي وربنا؟ ويقف قدام اخاب واخاب كده يقول لإلي انت السبب في البلاوي اللي احنا فيها، 3 سنين بسبب صلاتك الدنيا ما مطرتش. قال له انا ولا بسبب خطيتك؟ يقول له انت مكدر بيت اسرائيل. قال له انت واهل بيت ابيك، انت وال يعني واللي جابوك. ما هي معناها كده. يعني ايه كده؟ يعني انت واهل ابيك، يعني ابوك وجدك. شوف انت جاي من مين وعملت ايه في الشعب. طب ودي كلمه تتقال؟ انا عارف انا عاوز ايه. انا عاوز السماء، وما دام عاوز السماء مش خايف من اي حد ولا اي حاجه على الارض. فوانت بتحقق اللي انت عايزه خلي بالك، نمره واحد عشان ما تنسوش، ما يكونش على حساب نفسي. نمره اتنين ما يكونش على حساب، نمره تلاته ما يكونش على حساب وصيه او مبدا. خليكوا ولاد مبادئ. بصوا يا جماعه، المسيح قال كده، انتم ملح وانتم نور. النور لو بقى عتمه، العتمه دي تبقى ايه؟ والملح لو بقى تراب، التراب ده يبقى ايه؟ ولا حاجه. بس احنا بنستسهل انه يبقى تراب قدام الضغوط. لا، انا بنعمه المسيح ملح ونور، لان ده اللي مستنيه مني المسيح. وعشان كده انا عارف انا مين، وعارف انا عاوز ايه، وعارف وانا هوصل له عمري ما هفاصل لا في مبدا ولا في وصيه. واللي يحصل يحصل. شوفوا الرجوله الروحيه شكلها ايه، جميله. لكن بنت تقول له انت عارفه ايه عايزه؟ انا عارفه انا بنوته وعاوزه ايه، عايزه اتجوز. طب انت عارفه ما تكسريش في الخطوبه لما ابدا، اصل هو ضغطني، اصل هو زعل، اصل اخر مره قلت له لا اكشر وسابني. ما يكشر، ما يسيبك. هو مين زعله اهم، المسيح ولا هو؟ بالعكس، ده لو خرج مكشر مره هيحترمك تاني مره قوي. لكن لما تقولي بقى انا اصل مش قادره على زعله، رخصتي قوي. اوعى المبدا، اوعى الوصيه. لو تخلينا عن مبادئنا او تخلينا عن الوصيه، ايه اللي تبقى لنا؟ بقينا ايه؟ مش عارف. ثلاثة. لا انا قلت ثلاثة مش كده؟ اربعة. اوعى تحقق اللي انت عايزه على حساب علاقتك بربنا. يبقى مش على حساب نفسك، مش على حساب الناس، مش على حساب وصية او مبدأ، ومش على حساب علاقتك بربنا. يعني مش على حساب علاقتك بربنا. انا مرة كنت متحمس قوي لاجتماع من الاجتماعات، فروحت قعدت مع اب اعترافي. شوفوا ميزة المرشد واب الاعتراف لما يفوق ولاده. الكلام ده من سنين طويلة. فقعدت معاه كنت بكلمه بحماس على اجتماع ونعمل فريق افتقاد ونجيب ولاد ونعمل اجتماع جديد ونعمل مش عارف مين ونعمل ايه. حماسي قوي بقى في الخدمة. فلقيت اب اعترافي كده بيسألني سؤال يعني غريب قوي. بيقول لي سيبك من الاجتماع، انت قعدتك مع ربنا شكلها ايه؟ اتلخبط. قال لي انا خايف الخدمه تكون حرب توقعك فيما هو اسوأ. لان في اسقف من اساقفه الكنائس السبعه اللي هو اول كنيسه بتاعت كنيسه افسس، شوف المسيح بيقول له انا عارفك وعارف اعمالك وعارف تعبك وعارف انك لا تحتمل ظلم الاشرار وعارف انك لم تكل. عارف يعني ايه لم تكل؟ يعني بتخدم مكوك. ولكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. يعني الخدمه اللي هي الخدمه ممكن تبقى ضربه من الشيطان عشان ما اقعدش مع ربنا. حقق اللي انت عايزه. احنا عاوزين، عندي هدف، انا كاهن، انا عارف انا مين، عاوز ايه؟ الم الشباب لربنا. هتعمله ازاي؟ هعمل كل يوم 10 اجتماعات للشباب. حلو كل ده، بس ولما انت تعمل 10 اجتماعات للشباب ولميت الشباب فعلا وملوا الكنيسة، انت لقيت وقت لربنا ولا لقي وقت للتحضير ولا لقي وقت العمل الفردي ولا لقي وقت الاعترافات ولا لقي وقت الافتقاد؟ ضربة يمينية. فرحان ان الكنيسة مليانة شباب وان الاجتماعات بتكتر، واحنا من اقوى الاجتماعات واحنا احسن اجتماعات واحنا جبنا. ايه اللي بتعمله ده؟ قعدت مع ربنا اخر مرة بهدوء امتى؟ عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. اذكر من اين سقطت وتب. احكي لكم حكايه بسرعه، حكيتها لكم قبل كده زمان.
مرة أب اعترافي برضو حكى لي حكاية على حد بيقول لي أنا لما يجي حد يقول لي هاجر وأكون يكون إنسان روحاني بجد يعني، أقول له اعمل الآتي، كل 3 أشهر أقعد وإنت مراتك مع بعض، قول في 3 أشهر اللي فاتوا علاقتنا بالكنيسة وربنا زي ما كانت في مصر قلت ولا زادت؟ لو زادت يا ريت، طب لو قلت ادي نفسك فرصة 3 أشهر تانيين، ولو لقيت نفسك بتنحدر روحيا بس لقيت أحسن شغلة في الدنيا وبتقبض بالدولار، ولقيت أحسن بيت في الدنيا وبيطل على المحيط الأطلنطي، ولقيت أحسن ولقيت أحسن ولقيت أحسن، الدنيا كلها ما تسويش لحظة تقعدها مع ربنا. ولو اكتشفت ان ابتدت روحياتك في النازل، لو انت راجل يا ابني، لو انت راجل مهما كان حجم الخسارة، لو رجعت مصر وهتكملها بملح وفول حتى في 50، ارجع ارجع، لان الحياة مرة واحدة بتعيشها، مش الحياة اللي على الارض، الحياة الابدية. فانت اذا كانت الحياة الابدية ديت هي وان شانس، هتخسرها هتكسبها، يبقى تستاهل اي تضحية على الارض. ودي ماشيه مع المحطات اللي كلمتكم عنها المره اللي فاتت، لان الموضوع كله متصل ببعض. اوعى يكون اي قرار هتاخده على حساب علاقتك بربنا، اي عرض، اي سفر، اي خدمه، احسب علاقتك بربنا قبل اي قرار هتتاثر ازاي. لو انت باقي على ربنا، لو انت باقي انك تفضل تقول انا انسان مسيحي وعاوز الابديه وعارف اوصلها ازاي، حط ربنا نمره 1 في كل تصرفاتك. احنا قلنا كم حاجه لغايه دلوقتي؟ 4. احنا قلنا نمره 1 عشان توصل اللي انت عايزه، مش على حساب نفسك، مش على حساب وصيه او مبدا، مش على حساب علاقتك بربنا، اوصل للي انت عايزه وربنا يدي لك كل اللي انت عايزه. نمره 5، مش بالاحلام بل بالاراده والتعب. دي بقى مشكله كبيره قوي. مين عاوز يطلع الاول على الثانويه العامه؟ كلنا بنحلم كده في أول تالتة ثانوي، عندنا حلم كده فسفوري بينور بالليل كده، 5 الأوائل، وأطلع في جرنان الجمهورية ويجيبوني في التلفزيون. ده اسمه حلم بيتبدد بعد أول شهر، تلاقي الحلم نزل شوية. أنا أهم حاجة مجموع مشرف عشان بابا وماما والدروس اللي بيدفعوها، عبل ما بتعدي نص السنة تقول أهم حاجة أنجح. واخدي بالكم التدهور ماشي إزاي؟ نرجع للموضوع. بص يا جماعة، في فرق بين الحلم والرغبة والتعب والمثابرة. إحنا بتوع تعب ومثابرة، نو بين نو جين، محدش هيخس السما ببلاش، انسى، محدش هيشوف القيامة من غير صليب يوم الجمعة، مش هتحتفل معانا يوم الحد في الأبدية بقيامة المسيح إلا لما تكون شلت صليب الجمعة. اللي عاوزها كده بقى، أصل ربنا سويت وربنا جميل وربنا حنين وبيطبطب، وانتوا في الكنيسة بتيجوا تسدوا نفسنا دايما، تقولوا لنا انتوا خطاة انتوا خطاة انتوا خطاة. لا 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 لا، أنا ليا رؤية تانية في ربنا. لا، الحقيقة المسيح قال ينكر نفسه كل قد ايه؟ كل يوم. الذين يزرعون بالتعب يحصدون بالابتهاج. قانون البشريه من ساعه ما ادم خرج من الفردوس قال له لازم تتعب ولازم تعرق علشان الارض تدي لك نبته تطحنها وتعملها رغيف عيش، بعرق جبينك تاكل خبزك. ما قالوش انا انت اقعد على ظهرك يا ادم وليك عليا، هو في اعز منك؟ ده انت اول خلقتي، البكري بتاعي يعني. انا هبعت لك ديليفري ديلي، هبعت لك ديليفري، انت عاوز ايه؟ لا 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 لا، ربنا حط نظام ان ست تتعب عشان تولد وتفرح بالبيبي، وبعد ما تتعب وتفرح بالبيبي تتعب في رضاعته وتربيته. اتاري ان الفرح والتعب عاملين كده. مشكله الجيل اللي طالع كله، سامحوني، مش زي الجيل اللي سبق. يمكن الجيل اللي سبقكم تعب اكتر، معظم الجيل وخاصه في المناطق اللي زي عندنا كده، انت متطلباتك ايه في شريك الحياه؟
واحد يريحني. بايخة قوي، مش موجودة في القاموس. وانت متطلباتك ايه في شريكة الحياة؟ واحدة تعرف بقيمتي وتعبي وتدلعني. انا بقيت متغاظ لما اسمع راجل نفسه يتدلع. يعني ايه راجل يتدلع؟ يعني ايه راجل يتدلع؟ يعني تزغزغه يعني ولا تعمل له ايه؟ انا مش فاهم. بص يا ولاد، احنا بنضحك شوية مع بعض، بس المقياس نفسه بقى مقياس ملخبط، بقى مقياس ملخبط ضد الناموس اللي ربنا عمله، ان احنا لازم نتعب علشان نفرح، لازم نتعب عشان نرتاح. تتصور واحد مريح بقاله 6 ساعات على السرير، وقام مراته بتقوله رايح فين؟ يقولها ريح اريح على الكنبه بره. ده يعني بقى زياده قوي قوي قوي. بصوا يا جماعه، لازم تعرف ان الحياه ليها قانون. قانون الحياه انك مش بالاحلام هتوصل للي انت عايزه. احترم قانون التعب. في واحد كده اول ما يتخرج يروح كاتب على الكارت بتاعه اسيستنت سيلز مانجر، وهو لسه بيتعلم يعني ايه سيلز. الالقاب ببساطه، وبخمسين جنيه تعمل لك 100 كارت يعني تروق نفسك بيهم وتبقى حلو قوي. انت بتقول ايه؟ تعرف عشان توصل مدير دي معناها ايه؟ لازم تبتدي السلم من تحت يا ابني، ده قانون الحياة. لان الاحلام عنده سهلة دي ما بيوصلش الحاجة. الحلم مش هيأكلك، الحلم مش هيشربك، التعب هو اللي هيأكلك، التعب هو اللي هيشربك. احترموا قانون التعب. اخر نقطة عشان وقتنا، احنا قلنا طب نراجع الخمسة اللي فاتوا، وانا بحقق اللي انا عاوز احققه نمرة واحد، مش على حساب نفسي، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر. اتنين، مش على حساب الناس، لا بالاستغلال ولا بالاهمال. ما انا ممكن اكون عاوز يخليني اهمل اللي حواليا، او ممكن يكون عاوزه يخليني استغل اللي حواليا، لا دي ولا دي. تلاتة، مش على حساب وصية او مبدأ. اربعة، مش على حساب علاقتي بربنا. خمسة، مش بالأحلام ولا التمنيات، بالتعب والعرق والمجهود. آخر نقطة، مش بالاستعجال. يعني إيه مش بالاستعجال؟ قلت لكم احترم قانون التعب. تاني فاكتور لازم تحترمه في اللي انت بتوصل له اسمه قانون الوقت. لكل شيء تحت السماوات وقت. يعني إيه الكلام ده؟ بصوا يا جماعة، أنا دايماً أقول المثل ده، لو إحنا عاوزين نعمل عمارة خرسانية، والعمارة الخرسانية ديت 12 دور هتبقى خرسانة، خرسانة، وأنا قلت لك يا حبيبي تتكلف كام؟ فأنت قلت لي يا بونا خرسانات بس 4 مليون جنيه. أنا مستعجل، فأقول لك إيه؟ أنا مش هدفع 4 مليون جنيه، أنا هدفع لك 4 مليار جنيه. انتوا عارفين المليار؟ مليون المليون. هدفع لك 4 مليار 1000 مليون، هدفع لك مليار، لا مش مليون، 1000 المليون، يعني هدفع لك مليار دولار مش جنيه، بس خلصها لي في اسبوع. ينفع؟ لا يمكن. طب هنشتغل 24 ساعة، برضو لا يمكن. طب هنجيب الخرسانات سابقة التجهيز ونركب، برضو لا يمكن. في حاجات لازم هتاخد وقت. عندي بيبي، عندي بيبي عنده ايه؟ مولود عنده اسبوع. فانا بقول مثلا لمراتي، بقول لها الولد ده انا عاوز يكبر ويلاغي كده، ده امتى يبتدي يلاغي كده ويعرفني كده انا بابا عاوز اتمتع بيه؟ تقول مش اقل ما يكون سنه 8 اشهر، يعني من 6 اشهر يبتدي يعرف، بس من 9 اشهر يبتدي يميز قوي قوي، يبقى يعني اوير بمين بابا ومين ماما. قولها انت بتردعي ايه؟ تقولي لبن. قولها من بكره لحمه ورز وفراخ. ليه؟ عشان انا مستعجل، عاوزه انا لسه سنه 9 اشهر، انا عاوزه في اسبوع يعرف. ينفع؟ ما ينفعش. احترم قانون الوقت. كل الشباب اللي استعجلوا من اجل مكسب سريع وبداحة ناجحة بسرعة اتكعبلوا وما كملوش، لأن لم يحترموا هذا القانون. ربنا حط قانون. أحكي لكم
حكاية أختم بيها. حكيتها لكم قبل كده مرة، كان في واحد من المرشدين الروحيين اللي تربيت تحت رجليهم، واحد اسمه الدكتور راغب عبد النور، الله ينيح نفسه. فهو بيحكي ان مرة امين الخدمة بتاعه في الأقصر او حاجة زي كده، بلد من البلاد، بيقول له انت قريت الكتاب المقدس يعني؟ وكان لسه بيدعو الخدمة، فقال له يعني قريته. قال له قريته كله؟ قال له لا الحمش كله. قال له طيب ايه رأيك تقرأ العهد الجديد؟ هو بقى كان ساعتها في كلية الطب، وغرور الدكاترة بقى ان هم شطار ومواس مذاكرة وحفظ. فبعد اسبوع راح لمين؟ لأمين خدمته، وكان في أولى جامعة ولا حاجة زي كده. قال له أنا خلصت العهد الجديد كله، خلصته. قال له في أسبوع يا حبيبي؟ قال له آه، بقرأ في اليوم 6 إصحاحات، بالليل 10 إصحاحات، خلصته لك في أسبوع. قال له برافو. قال له اقعد معايا شوي. قال له اقعد. قال له معجزة إشباع الجموع جت في أي إنجيل؟ والإصحاح كام؟ لما المسيح دعا بطرس واندراوس وقال لهم سيبوا الشبك وانا اجعلكم صيادين للناس ومش صيادين سمك، كانت في انجيل ايه واصحاح كام؟ قال له كل الاسئله ما فتحش بقه في كلمه. قال له بتقول انت قريت؟ انت ما قريتش، انت كروت. وعشان كده في مبدأ في الحياة الروحية، وانت بتحقق اللي انت عايزه اهتم بالكوانتيتي ولا الكواليتي؟ الكواليتي. كواليتي يعني جودة، الكوانتيتي يعني كم. في واحد يقول لك ايه ابونا اديني ربع ساعة، هتعمل ايه في ربع ساعة؟ هخلص لك باكر وغروب ونوم وان شوت. انا مش عاوزك تخلصه بلي وان شوت. انا عايزك تحس بمزمور من فضلك، انا عاوزك تحس بمطانية وانت بتنزل فيها تكون انسحقت امام الله. احنا جيل اتعود الكروته والسرعه، وابتدت الكواليتي نفسها تقل. ما بقاش في الصلاه بمزاج، ما بقاش في قرايه الانجيل بمزاج، ما بقاش في حفظ اللحن بمزاج. كله عارف لما واحد في اهل العلم لك اقلب، احنا شغالين مع ربنا بنظام اقلب، بس احنا الحقيقه اللي بنتقلب، لان مش ممكن الحياه الروحيه هتمشي بنظام اقلب. فخلي بالك وانت بتحقق اللي انت عايزه، زي ما قلت لك راعي فكرة التعب، من فضلك راعي فكرة التأني والوقت. في واحد يقول لك أبونا أنا كنت متغرب عن الكنيسة بقالي سنين طويلة قوي، أنا معرفتش المسيح اللي على كبر، وعندي شره وعندي نهم إن أنا أقول لك. طب أقول له يعني، قول لي اكتب لي كده لستة كل كتب تاريخ الكنيسة، وكل كتب الطقوس، وكل كتب التربية الكنسية، وكل كتب تفسير الأناجيل. عندي نهم، عندي نهم. أكتب لك ليه؟ طب ما تخش وتقرأ المكتبة كلها. ما أنا هكتب لك إيه غير في المكتبة كلها؟ slow it down. اعرف كده إنك بتبني طوبة فوق طوبة، وما بنرميش السقف قبل ما نكون حطينا العمود. خليك عميق ومتأني، بس تبني صح. ربنا مش هيفرحه بكم، هيفرحوا كيف. وعلشان كده يا أحبائي خلي بالكم، وانت بتوصل بعد ما عرفت انت مين، وبعد ما عرفت انت عاوز ايه، اوعى وانت بتوصل للي انت عايزه يكون على حساب نفسك، او على حساب الناس، او على حساب وصية او مبدأ، او على حساب حياتك مع ربنا. وخلي بالك من النقطة دي، لان اللي بيتسرقوا كتير، وما يكونش احلام بل إرادة وشغل ومصبرة. وقع وقوم وحاول، وقع وقوم وحاول، وقع وقوم وحاول. وآخر نقطة، احترم قانون الحياة. لأنه عيب الشباب كله أنه عاوز يتجوز بسرعة، وعشان عاوز يتجوز بسرعة مستعد يعمل أي حاجة، يهبش في أي حاجة وبسرعة في أي حاجة علشان يلحق يعمل حاجة. مش هينفع، مش هينفع، صدقني. جرب اللي أنا بقوله لك، وضيف عليه كلمة نعمة ربنا وقوته في قدام أمانتك، هتحقق اللي انت ما كنتش تتخيل انك ممكن تحققه. طولت عليكم. يبقى احنا كده خلصنا الثلاثية بتاعت انا مين، عاوز ايه، اوصله ازاي. ونتقابل ان شاء الله في موضوع العثرة المرة الجاية او اللي بعد.